الصحة والجمال لون جديد للحياة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وتحدي جديد من برنامج التحدي الذي أسعد بصحبتكم فيه خلال شهر رمضان الكريم. اليوم تحدي جديد وموضوع جديد من موضوعاتنا المتجددة والمهمة في المجتمع المصري التي تهم كل مواطن مصري وتهم كل مواطن عربي. موضوعنا النهاردة عن العلاج بالأعشاب. اسمحوا لي في البداية قبل ما نبدأ فقرتنا النهاردة أن أنا أرحب بالدكتور شهاب الدين كمال، هو صيدلي وهو معارض لموضوع العلاج بالأعشاب، صحيح؟ تمام تمام. انت مش موافق على موضوع العلاج بالأعشاب؟ هو لان العملية يعني اتحملت. انا بس عايز اخد رأيك، انت غير موافق بموضوع العلاج بالأعشاب؟ يعني بنسبة 60% بالصورة اللي موجودة مش موافق. اشكرك. اسمحوا لي ايضا ان انا ارحب بالدكتور هشام ابو عمر، استشاري الطب المدمج بمستشفى جامعة فرايبورغ في المانيا. اهلا وسهلا دكتور. انت مؤيد تماما، يعني من التايتل بتاع حضرتك مؤيد تماما لموضوع العلاج بالأعشاب، صحيح؟ مؤيد بنسبة 60% زي الدكتور. طيب يلا نبدأ بقى ونشوف كيف يعني حضرتك هنوضح للسادة المشاهدين لماذا أنت معارض لموضوع الطب العلاج بالأعشاب، ولماذا سيادتك مؤيد لموضوع العلاج بالأعشاب. سؤالي الأولاني أبدأ بالدكتور شهاب. أبدأ بالدكتور شهاب. إحنا في فقرتنا الأولى فقرة بالملي، في سؤالين هسألهم لحضرتك وهسأل نفس السؤالين للدكتور هشام. هنبدأ هذه الفقرة وهي فقرة بالملي. نبدأ هذه الفقرة حالا نشوف رأي الدكاترة في هذا الموضوع. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، فقرة بالملي. نبدأ بالدكتور هشام، الدكتور شهاب الدين كمال المعارض لموضوع الطب والعلاج بالأعشاب. سؤالي لحضرتك، ليه بيسمى طب الأعشاب بالطب البديل؟ هو يعني اعتقاد خاطئ ان هو هيغطي او يكون بديل عن الادويه المصنعه كلها والعلاج اللي احنا عارفينه والعلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي. الناس متخيله ان النبات ان انا حاضر ان انا اعالج بيه يعني بالكامل. فلو ده كان صحيح في حاجات كتيره طبعا ما ينفعش، لازم يكون عن طريق ممرات وقنوات شرعيه. ما يبقاش اي واحد يطلع يقول لي ده بيعالج كذا. ان اللي انا عايز ادي للناس ليه فكره عنه، يعني يمكن المشاهدين يجهلوها، مراحل حصولنا على الدواء عمليه معقده جدا لو انت عايز تجيبه من النبات الطبيعي. لان انت اي نبات هتختاره، حضرتك بتشوف مثلا ما بين ورقه نعناع ورقه نعناع اختلاف ظاهري ليك كده، ممكن يكون اختلاف بسيط في الشكل. ما بين النوع ده وما بين النوع ده في عندنا اكتر من 1000 نوع او فصيل من النعناع. كل فصيل من دول جواه ماده فعاله مختلفه عن التاني، وله ظروف زراعه مختلفه، وطرق جمع مختلفه، وطرق حفظ مختلفه، وطرق حصولي على الماده الفعاله مختلفه. كذلك البلد اللي هيتزرع فيها النبات، انا كل اللي انا خايف منه ايه الضمانه النهارده اللي اقدر اقدمها للعيان اللي بيستهلك علاج طبيعي او اعشاب طبيعيه من الشارع، انا بسميه من الشارع يعني مثلا من محل عطاره او من محل سوبر ماركت. هو ده المتداول، وهو ده المتداول يا فندم. انا عشان ادخل هذا العلاج داخل دواء وابيعه جوه الصيدليه، دي عمليه ممكن تستغرق 10 سنين 20 سنه ده لو حاجه بسيطه. وممكن بعد ده كله نفشل ونقول لا ستوب، ده النبات ده مش نافع اصلا. فيعني العمليه معقده جدا ان احنا نحصل على الماده الفعاله من النبات. وبعدين في حاجه، ومين قال لنا ان النبات في ماده فعاله واحده؟ النبات في اكتر من 20 30 ماده فعاله. ممكن نبات في 1000 ماده فعاله، نبات ثاني في 2000 ماده فعاله. طب انا عايز مين ومش عايز مين؟ لازم اختار واعمل سيباريشن، افصل المواد دي كويس واخد النسب اللي انا عايزها. ما ينفعش اقول للعيان خد العشب دوت معلقه الصبح. طب معلقه العيان ده قد ايه؟ العشب ده جاي من انهي دوله؟ متخزن وفقا لاي ظروف تخزين؟ حضرتك شركات انا مش عارف شركه تصنيع دوائي ولا حاجه، الشركات اللي شغاله في التصنيع الدوائي اللي بيقف على التغليف، تغليف حضرتك الباكت النعناع اللي بتحطه في البيت ده بيقف على التغليف، راجل معاه دكتوراه في التغليف وكيفية حفظ الدراج دوت لمدة 6 شهور سنة سنتين زي ما يكون مكتوب. اروح انا عند راجل عطار حاطط النعناع دوت سنة او سنتين وانا معرفش مخزنه ازاي، ايش ضمني بقى ان دوت المصدر الصحيح؟ شكرا جزيلا دكتور شهاب. شكرا جزيلا دكتور شهاب الدين كمال صيدلي، وصلت وجهة نظرك تماما. طيب سؤالي للدكتور هشام ابو عمر نفس السؤال، لماذا يسمى طب الاعشاب بالطب البديل ورأيك في هذا الموضوع؟ هو ليس طب بديل طبعا. هو طب الأعشاب هو طب بدائل. يعني ان انا بوفر لمريض بدائل تانية. بالاضافة لان في سؤال دايما الناس ممكن تطرحه، يعني هل يمكن استبدال الدواء
بنبات او بعشب. هو ده اللي بيحصل يا دكتور. هل يمكن يعني لا، هو السؤال بيتقال كده بقى. الذي يسوق الان أوكي. الذي يسوق الان ان الناس يعني يسوق للناس الان ان انت ممكن تاخد النبات ده في شكل يعني العلاج ده في شكل نبات طبيعي تشتريه من يعني واتيفر بقى تشتريه منين، من العطار من الصيدليه من مش عارف منين وتاخده في صورته زي ما هي وتستخدمه كبديل للعلاج. لا هو حضرتك ليس بديل ولكنه احد البدائل اللي هي مطروحه يعني لاستخدامها. انت كلمه الطب البديل اللي انت معترض عليه؟ لا طبعا، هو شوف حضرتك مفيش حاجه بديله عن حاجه. يعني احنا مثلا لفتره. انا عايز جواب واضح يا دكتور، يعني انت معترض على كلمه الطب البديل؟ هو ليس بديل، هو مدمج زي ما حضرتك يمكن تخصصي بيسموه انتجريتيف ميديسن. طيب انت مكتوب ان انت استشاري الطب المدمج بمستشفى جامعه فرايبورغ المانيا. ايوه فهمت. تمام، يعني ايه طب مدمج؟ طب يعني المدمج. لا زي ما فهمت انا اسمح لي، زي ما يعني ممكن الساده المشاهدين يكونوا فهموا نفس اللي انا فهمته. انه طب مدمج يعني انت بتدمج ما بين الكيميكلز او الحاجات الجايه من الكيماويات والحاجات الطبيعيه. هو ده كده صح؟ تقريبا يعني. طيب فضل. هو الدمج في علاج الامراض بين الوسائل المتعارف عليها من الكونفنشنال ميديسن او الطب الغرب التقليدي وبين الكومبلمنتري والالتيرناتيف ميديسن الطب التكميلي. طب نحاول نبسط نقول بالعربي. انا بقول كل كلمه هي بمصطلحها باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه. نعم. هو الدمج في العلاج الطبي خاصة للأمراض المزمنة بين الوسائل الطبية اللي بيفشل الطب في علاجها، الوسائل الطبية المتعارف عليها زي الأدوية الكيميائية أو الجراحات، وبين الكومبلمنتري والألترنتيف ميديسن اللي هو اشتق من مدارس طبية زي الطب الصيني أو الطب الهندي أو الطب الأعشاب الغربي، الويسترن هيربال ميديسن أو الهوميوباثي أو الأنثروبوزوفي، دي اللي هي العلاجات التماثلية وعلاجات الأنثروبوزوفي اللي اشتهرت في ألمانيا من حوالي قرنين. الدمج بين الوسائل الطبية دي كلها وطرحها بحيث يبقى قدامنا بدائل متعددة يقدر المريض يختار فيها، فما يبقاش الطبيب ومريضه مزنوقين في استخدام عقار كيميائي ممكن يودي بحياة المريض في حد ذاته. لا، في وسائل كتير. انا طبعا بتفق مع دكتور شهاب في نقطة هو قالها، بس احنا للأسف مش هنعيد اختراع اللمبة. يعني احنا مش هنجيب عشب مش معروف ونقعد نبحث فيه، لا ده هي الدنيا مليانة اعشاب معروفة ومسجلة في الفارماكوبيا الامريكية ومعروف استخداماتها، حتى في قانون في امريكا يشرع لاستخدام هذه الاعشاب ولا يطالب حتى الناس اللي بيصنعوها ان هم يقدموا ابحاث جديده عليها. النقطه المهمه بقى، احنا عندنا مشكله هنا قائمه في جمهوريه مصر العربيه. نعم. وهي ان العشب ده هيتقدم ازاي؟ مين اللي هيقدمه؟ هل هيقدمه شركه دوائيه تضعه في صوره مستحضر مكمل غذائي، ولا نسيبه للعطارين والعشابين والهواه؟ دي مشكلتنا الحاليه اللي بيحصل في مصر. احنا يهمنا مصر دلوقتي. هو طبعا في جزء مصر. في انا يهمني، انا بناقش هذا الموضوع. احنا اللي. اكيد طبعا هيهمنا ان احنا نرتقي بالجوده الطبيه في مصر، لكن استنادا احنا حريصين على صحه المواطن المصري وسوء الاستخدام الموجود للاعشاب في السوق المصريه. وعايزين نوضح يعني احنا مستضيفين حضراتكم عشان تقولوا لنا يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي او المستخدم الان في مصر يعني هو صحيح ولا خطا؟ لا خطا طبعا. اتفضل. ما يجري حاليا في مصر خطا تماما، والخطا مشاركه فيه بدايه من وزاره التعليم العالي للجامعات المصريه لوزاره الصحه. هي كمان لم تعلم الاطباء. يمكن تعرفوا شويه على المجال. ما القصه المصيبه يا دكتور انه حتى يعني اللي بيصفوا هذه الوصفات مش دكاتره مش اطباء. ما هو ده طبيعي. فيبقى دلوقتي احنا نلوم على مريض ليه؟ لما ما لقاش طبيب متعلم للمجال الطبي ده. فبالتالي لجا لاساليب خلفيه وابواب خلفيه، وهو كمان المريض ده قاعد طول النهار قدام القنوات الفضائيه فبيسمع من جميع انحاء العالم وبيطلع على النت وبيحاول يصف لنفسه بعض الاعشاب وبعض العقارات وبعض المكملات. وده خطا عندنا شديد جدا. احنا للاسف كاطباء اتعلمنا في المراحل التعليميه في سنه اولى وثانيه وثالثه طب بناخد البايو كيمستري وبناخد فيسيولوجي وبناخد حاجات كتيره جدا هي في الاساس مكونات لبعض النباتات، وكذلك في كليه الصيدله. لكن لما بنيجي للتطبيق العملي بنستخدم سيمتوماتيك تريتمنت، يعني علاجات للاعراض فقط وليس علاج للسبب. ومن هنا ظهرت المشكله الطبيه، ان احنا علاج الاعراض لا يؤدي الى علاج المرض نهائيا، ولكن يؤدي الى تفاقمه وفشل العلاج فيه، وبالتالي المريض بيسعى لوسائل اخرى. من احد الوسائل الاخرى المتعارف عليها في العالم كله والناجحه جدا هي وسائل العلاج الطبيعيه، وسائل العلاجات الطبيعيه او المكملات الغذائيه الطبيعيه، ودي بتشمل الاعشاب والنباتات، بتشمل الفيتامينات والمعادن والانزيمات، بتشمل الاحماض الامينيه، بتشمل
بعض المكملات الانورجانيك او المعدنيه يعني، كل العناصر دي بتندرج تحت المكملات الطبيعيه. الاعشاب هي جزء واحد منها بس. انا يعني بتكلم على الاعشاب النهارده لان هذه الظاهره منتشره كثيرا. فطبعا هنا مشكلتنا في مصر اللي هي التركيبه السريه اللي هي الكيس كده اللي انت ما تبقاش عارف مكوناته يعني ايه. تروح يقول لك خد خلطه للبرد وخد خلطه. لا كلمه خلطه دي انا بعترض عليها تماما، لان لازم المريض يبقى عارف هو بياخد ايه. ولازم كمان المريض يبقى مكونات الماده المحطوطه دي معروفه ومش مخلوطه، لان دي ده مشكله دي ان هو يخلط حاجه انا مش عارف مين اللي خلطها ومين اللي عملها. لكن هفترض ان انا عندي برد، انا مريض وعندي برد وعارف ان كويس جدا للبرد. انا كان في سؤال طرحته في الاول، هل العشب بديل عن الدواء؟ هل العشب والنبات بديل عن الدواء؟ لا، السؤال يطرح كالاتي، هل الدواء بديل عن العشب والنبات يعني والغذاء في العلاج يا دكتور؟ النبات والغذاء، النبات والغذاء. احنا نتكلم عن العشب كفرع من الغذاء. اشكرك، وصلت وجهه نظرك تماما دكتور شهاب. هو انا بس ليا تعقيب الاول، انا هسالك انا عايز اخد تعليقك طبعا على ما قاله الدكتور، وفي تعليقك كمان يعني عايزك تقول لي اللي بيحصل دلوقتي في العلاج بالاعشاب في المجتمع في مصر دلوقتي، اللي بيحصل ده علاج ولا وهم ولا سبوبه؟ هو للاسف ثقافتنا، ناخد تعليقك الاول وبعدين نخش على السؤال. اتفضل. هو للاسف ثقافتنا يعني ناقصه شويه، يعني احنا بنضحي بحاجات كتير. ممكن واحد بيبني عماره زي الفل وما يستغنى عن خطوه المهندس والاستشاري ومش عارف ايه، ويجيب شويه ناس بتوع خشب وبتاع ويبني. فهي نفس الفكره، بس المشكلة ان المرة دي الخسائر اكبر شوية، ان دي صحتي وممكن الخسائر تكون على المدى البعيد. فانا شايف ان هو احسن قناة طبيعية وصح ونمشي عليها، ده مثلا دكتور متخصص سكر خلاص بيقعد مع راجل صيدلي، راجل برودكت سبيشاليست متخصص في الادوية الطبية من الجاي من النباتات اللي بتعالج السكر. بيشرح له وجهة نظره وبيوري له الابحاث الفلانية رقم كذا والدواء ده بيعالج كذا، بيبتدي ده دكتور مريض السكر لما انا اروح له يقول لي ده يفيدك ده يضرك ده مش عارف ايه. اما عشان انا اطلع اقول متخصص في علاج الاعشاب لجميع الامراض، ده يعني كلام ما يخشش عقلي بصراحه. يعني انا حتى برفضه كليا. انا بشوف ناس بتطلع على الفضائيات لا تحمل شهادات. ممكن تلاقي واحد شهادته مثلا كليه تربيه كليه اداه وقاعد يتكلم ويوصف علاج، تتصل بواحده بالتليفون والله انا عندي كذا، طب خلاص خدي كذا. فين الهيستوري بتاع المريض؟ فين الدراج انتر اكشن؟ انت ايش عرفك المريض ده بياخد ايه؟ ما ينفعش. افرض المريض ده عنده ضغط. يعني احنا النهارده في رمضان الناس كلها عماله تشرب عرق اسوس، المعلومه اللي عندهم ان عرق اسوس بيرفع الضغط، اوكي ماشي. كم واحد في الشعب المصري يعرف ان عرق اسوس ممكن يزود حصوات الكليه؟ المعلومه منقوصه. فانا شايف ان دكتور التخصص مع راجل برودكت سبيشاليست متخصص في منتج معين. انت ضد موضوع العلاج بالاعشاب اللي بيحصل في مصر تماما؟ حضرتك تقبل ان انا اجيب لك كوبايه عصير مجهوله الهويه تشربها؟ لا خلاص، يبقى ده دواء ما ينفعش تاخده من بره الصيدليه. داخل الصيدليه الادويه اللي واخده تصريح وزاره الصحه ومعمول عليها ابحاث، محسوب جرعاتها، مصادرها جايه منين. يوم ما يحصل لي توكسيستي انا اتسممت بدواء معين، هحاسب مين؟ هحاسب العطار؟ العطار اصلا مش عارف اداني ايه. العطار اداني 20 30 تركيبه على بعض، قاعد يحط لي ده على ده على ده وقال لي خد اشرب دي. وانا راجع عايز اخف بسرعه، رحت شارب كوبايتين ثلاثه حصل لي توكسيستي، فين الانتي دوت بتاع ده؟ فين المضادات السميه ليها؟ انا شايف ان التعامل مع النباتات الطبيه اكثر خطوره من الادويه اللي في الصيدليه. الدواء الصناعي اللي هو اللي يتكون من ماده كيميائيه بصفه عامه. نفس الكلام ممكن يقال على دواء انت اخذته من الصيدليه طبعاً. ويحصل لك بس عارف انا اخذت ايه يحصل لك يعني اعراض. كل دواء عندك هتلاقي مكتوب عليه ايه؟ الاسعافات الاوليه له ايه؟ هل العشب اللي في الصيدليه مكتوب عليه الاسعافات الاوليه بتاعته؟ لو هو انتاج شركه ادويه مكتوب اكيد هيبقى مكتوب. ما انا بدل دي البوينت اللي احنا بنتكلم فيها، ان ما ينفعش العمليات السبعه عشوائيه كده. اللي عنده عربيه بيخاف يصلحها بره المركز الخدمه يعني. فمش معقول انا هبقى راجل عيان واعتمد على استشاره بالتليفون او على مصدر مش موثوق. ده وجهه نظر يعني. طب يعني هو يعني انت بتسمي اللي بيحصل في موضوع العلاج بالاعشاب هي تجاره؟ هي تجاره. انا شايف ان هي تجاره. هي تجاره؟ تجاره طبعا، تجاره وتجاره مربحه. يعني قدامنا نماذج كتيره طبعا. هي تجاره بايه يا دكتور؟ بيتاجر بحياه المريض. انت حضرتك عندك اكتشفت حاجه حلوه وموثقه، روح وثقها ونزلها منتج في السوق واكسب منه. انما انا ما ينفعش ان انا اقول انا بعالج كل الامراض واتصل بقى بالتليفون واقول لها حضرتك طب وزنك كام كيلو كذا، لا يبقى تاخدي الدواء. موضوع ادويه التخسيس وادويه الكبد برضه اللي انا عايز اوضحه للناس. الصيدليه الاعشاب اللي هي بتروج على شاشات الفضائيات يعني موضوع امراض الكبد. حضرتك قلت الكبد. مين قال ان احنا ما عندناش في الصيدليه منتجات طبيه جايه من المصادر الطبيعيه لعلاجات الكبد؟ يعني عندنا منتج السيليمارين ده بيجي من النباتات الطبيه. شوف حضرتك بيبيع كام امبوله. بيبيع الاف، ودكاتره الكبد عارفه، والراجل الصيدلي عارف، والشركه مصنعاه زي الفل ومستخلصه الماده الفعاله صح، مخزناه صح، وتقول لك خد الجرعه الفلانيه. اما اروح انا اجيب نبات السيليمارين دوت واكله؟ ده ازاي؟
بناء على ايه؟ طب التخزين بتاعه بلاش اي حاجه خالص، وايه الاورجان اللي انت هتستخدمه؟ ايه العضو؟ يعني انا لما اجي اقول لك مثلا الزعتر حلو، حضرتك هتروح تاخد الزعتر عشان الكحه، هتاخد ايه؟ الورق ولا السقان ولا الجذر ولا الازهار ولا هتجمع النبات كله على بعضه وتستخدمه؟ طب ايه مرحله النضج بتاعته؟ هترجع النباتات تجمع النباتات العجوزه ولا اللي سنها صغير؟ ابحاث يا فندم، انا بقول لك عشان ادخل دواء طبي طبيعي داخل يعني الصيدليه، خلاصه القول ممكن على 20 سنه. خلاصه قولك في هذا الموضوع انها تجاره بحياه التجاره مربحه، تجاره مربحه محدش دخلها في البشر بصراحه، يعني تجاره واضح يا دكتور، كلام واضح، كلامي واضح، تجاره مربحه بحياه البشر بالظبط. طيب دكتور هشام ابو عمر، رايك في هذا الموضوع؟ شاركت في هذه التجاره، هو موضوع العلاج بالاعشاب ده، يعني هو ما يحدث، انا اتحدث على ما يحدث في مجتمعنا، هو ما يهمني، انا اللي بيهمني في الموضوع ده في هو انا كرجل علم يهمني كمان ما يحدث في العالم كله، هو انت كرجل علم يهمني ما يحصل، لكن احنا ما يحدث في المجتمع، تحدث في الظاهره دي، شارك في هذه التجاره الرابحه للبعض، نعم، واللي هي تجارت بصحه الملايين من البشر، شاركت فيها وزاره الصحه، وشاركت فيها المجلس الاعلى للجامعات الذي يعني تراخى عن تعليم الاطباء ما يتم تعليمه في الخارج. احنا هنتكلم على هدي امثله، يعني مستشفى لندن الملكي للطب المدمج جامعه لندن، مستشفى جامعه فرايبورغ قسمها الناتور هاي كوندا اللي هو انا واخد درجتي منه، مستشفى زي جامعه هارفارد عندهم قسم للطب المدمج، كليفلاند، ماريلاند، كل الجامعات الكبرى في العالم دي عندها اقسام للطب المدمج يدرك فيها العلاج بالاعشاب. فلا يصح دلوقتي ان انا مش هاجي اختار على اللمبه زي ما قلت من اول وجديد، ده في ابحاث اوريدي موجوده. احنا مشكلتنا ايه هنا بقى في مصر؟ ان احنا ما عندناش تصنيع دوائي لهذه الاعشاب، فبالتالي الطبيب المريض لما مش بيلاقي الماده دي بيلجا بقى ان يجيبها من عطار، يجيبها من على الرصيف، فدي مشكله كمان، دي مشكله احنا كاطباء دارسين لهذه انت بتمشي في الشارع كده تلاقي ناس حاطين دي يا فندم، دي مشكله علاج مش عارف ايه، يعني وصلنا بالتدهور الصحي للدرجه دي ان صحه الناس تبقى على الارصفه عشان الصيادله اللي هم اتعلموا جزء كمان ما بيساهموش في تطوير وفي دفع وفي الضغط على وزاره الصحه ان تبقى في المنتجات دي موجوده. حضرتك مين اللي قال ان العشب مثلا زي الزعتر ما هو موجود دواء؟ هو انا معنى كلمه عشب يبقى اروح اجيبه واغليه واشربه؟ طب هنفترض ان انا جبته وغليته وشربته، ايه مشكلته؟ ما هو اذا كان موجود دواء وانا هكمل اللي انا باخده من الدواء بالعشب اللي انا باخده، ده معناه بقى ان انا لما يجي لي برد اخد دواء وما اخدش برتقال واعتبر ان البرتقال ماده سامه. ما هو ده مصدر للفيتامين سي، فيتامين سي كمان موجود في مستحضرات دوائيه، اقراص وفواره وغيرها، لكن لازم يكون العلاج الطبي متكامل بالغذاء اولا، يعني السكر زي ما دكتور شهاب قال وذكر واتى على ذكره ان لازم الطبيب المعالج الاخصائي بالبطنه والكبد والغدد والسكر يتابع مع الصيدلي ايه الحاجات الدوائيه اللي تستخدم لمريض السكر. اولا ده كلام خطا تماما، لان علاج السكر رقم واحد كما تعلمنا في كليه الطب هو التغذيه رقم واحد، ياتي بعدها اللي هي الادويه المخفضه للسكر في صوره حبوب، ياتي بعدها الانسولين، وجميع المراحل الدوائيه دي تاتي بالتزامن مع التغذيه السليمه. فلا يمكن اهمل التغذيه وبعدين اسيب المريض ياكل اللي هو عاوزه، ده هو اصلا مرض السكر مثلا على سبيل المثال اكتشف عند البحاره، لان هم كانوا بيبقوا في البحر بعيد عن الخضار وعن الحاجات اللي فيها الياف، فبدات تحصل لهم اعراض السكر لما اكتشفوا ان هم دايما لما بينزلوا المواني ويبداوا ياكلوا الاكل اللي فيه خضروات الاعراض دي بتتحسن عندهم. لا يمكن ابدا باي شكل من الاشكال ان احنا نقدم الماده كيميائيه احنا استخلصناها وقدمناها على العلاج الطبيعي في التغذيه بتاعتنا ونقول ان هي لوحدها تكفي، لا، هي طبعا لوحدها لا تكفي والتغذيه لوحدها لا تكفي، يعني لازم يبقى فيه اتزان وعقل راجح في موازنه الامور. عشان كده كانوا بيسموا الطبيب ايام زمان مش طبيب ولا دكتور، حكيم، حكيم وايز مان يعني. فهو ده طبيعي ان احنا دايما يبقى في المشكله القائمه حاليا في مجتمعنا مشكله ليها مسببات. المسببات هو فشل الطب في علاج امراض مزمنه كتير جدا ونجاح الجراح، يعني احنا عندنا في مصر جراحين على اعلى مستوى، لكن النتيجه الطبيه ان كثره امراض الضغط وكثر السكر وكثر التهابات المفاصل وكثر الاورام والسرطانات ومفيش حل. الحل كل اللي موجود في الصيدليه، كل اقول لحضرتك اولا طبعا ليها مسببات كتيره بس انا هقول مفيش حل ليها، ليه علاقه لان معظم الاعشاب ده موضوع فشل لا طبعا الاطباء والوصفات ليها علاقه بما يسبق ذلك بسوء التغذيه، بالملوثات، بتدهور الخدمات الطبيه والافراط
في تناول العقارات في مصر، اي حد يعدي على اي صيدليه يملى كيسه كده ويخرج بيه، محدش بيقول له حاجه. حضرتك في اوروبا في اي مكان كل واحد بياخد الروجيتا بتاعه ويروح الصيدليه، الروجيتا بتاخد منه وادي له الدواء، لان الطبيب كتب له الدواء ده لمده شهر، لمده شهرين، فالجرعه محدده. انما هنا المريض بيجي للطبيب مع دوسيه روشتات وقاعد يفرجوا عليهم، دي من دكتور فلان ودي من دكتور فلان، فبقى في يعني عمليه هرج ومرج في العقارات، في العقاقير الطبيه، وبالتالي ادت برضو بمشاكلها كتير. احنا عندنا لسته طويله جدا من. شكرك يا دكتور. انا كده فهمت ان حضرتك مع موضوع العلاج بالاعشاب تماما، لكن تقنينه طبعا، لان في قوانين لك تحفظات عليه. اكيد ده اللي انا فهمته من حضرتك، وحضرتك ضد هذا الموضوع تماما. وانا اقول لي تعقيب صغير بس دكتور ذكر مثال يعني هو بعيد شويه. انا هخش على الفقره الثانيه، انا عندي فقره ثانيه اللي هي فقره منك له. تمام. يعني تسال الدكتور هشام ما يحلو لك وهو يجيب، ودكتور هشام يسالك ما يحلو له. هو انا حسب دكتور هشام يعني بصفتي. طب ممكن اتفضل. ممكن نروح للفقره الثانيه. نروح للفقره الثانيه منك له ونرجع ثاني. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، فقره منك له. عندنا الدكتور شهاب الدين كمال، هو صيدلي، ويعني يقولوا يعني هو بيطلع بيتكلم عن الاعشاب لانه هو صيدلي وضد موضوع الاعشاب. لك الحريه ان انت تسال الدكتور هشام وهو متخصص في موضوع العلاج والطب المدمج، وتساله ما شئت. تفضل، هنبدا بيك يا دكتور شهاب. تمام. هو يعني سؤال بسيط، ويمكن انا نفسي ما لقيتلوش اجابه، ويمكن الدكتور هشام يساعدني يعني. ماشي، ما اختلفناش، قد يكون دواء معين بيعالج مرض معين والكلام مثبت وعلمي وزي الفل. الضمانة اللي انا بديها للعيان لما يجيب الدواء دوت من المصادر الغير معتمدة، يعني مش من الصيدلية، يعني بيجيبه من عند العطار، الضمانة ان الدواء دوت في درجة نقاء عالية وما فيهوش تلوث بالمايكرو اورجانيزم، مش عليه بكتيريا، مش عليه فطريات، ما عليهوش حشرات ملوثاه، مش مغشوش. وهنا الغش انا بقصد بيها نوعين، غش مقصود وغش غير مقصود. قد يكون العطار دوت ذمته مش قوي فحطت علينا نباتات تانية، وقد يكون العطار دوت انضحك عليه زيه زينا، والادويه دي اصلا جايه له بمصدر مش موثوق منه. لان قبل ما بيخش دواء طبيعي داخل مصنع الادويه في بروسيسز كتيره قوي وكواليتي كنترول، وبياخدوا عينات عشوائيه وعينه من فوق وعينه من تحت عشان لو حاجه نازله تحت، ويقعد يحلل فيها ويكشفها. ايه الضمانه بقى اللي انا اديها للعيان اللي راح خد شويه عرق سوس من عند العطار، وخدهم مثلا لو عنده شويه كحه وعايز يطرد البلغم اللي عنده؟ ايه الضمانه؟ حضرتك فطرت ايه النهارده؟ انا النهارده فطرت خضار. طب كويس، يعني ده جزء دوائي، اجعل غذائك دواء واجعل دواءك غذاء. في ما حضرتك دلوقتي انت بتعترض اهو، وفي حين انك قلت سميت العشب دواء، العشب ليس دواء. ازاي العشب دوت ممكن يموت واحد؟ لا، العشب ليس دواء. انا لو اكلت خضار، انا لو اكلت خضار كتير مش هتعب. لا هتتعب. ازاي هتتعب؟ يعني في ناس عندهم قولون عصبي لو اكلوا خضار غيرهم. أيوة هيخف. انما ممكن حضرتك انا اديك دواء. أيوة. عشب يعني زي الافيدرا مثلا، دي بترفع. أيوة. الضغط حضرتك عارف طبعا، الناس بتاخدها في التخسيس. ايه اللي ضمني ان العيان النهارده ما يشربش منها كوبايتين ثلاثه ويطب ميه؟ يعني شوف حضرتك، طبعا وارد. ما عشان كده احنا بنقول ونرجع تاني نقول ان تعليم الاطباء هو الاساس، وانا مش جاي ادافع عن عطار طبعا، يعني ده يعني بالعكس، ده كارثه بتحصل على ارض مصر. طيب على ما يحصل اكتمال للديفكت دوت هنعتمد على مين؟ نعتمد على المصادر العلميه. ما نعتمدش على، يعني احنا مثلا المصدر العلمي يا فندم طريق واحد، المصدر العلمي شركه الدواء، ما هو دواء مترخص طبعا، نزلت الراجل فهمه الدكتور والدكتور كتبه للعيان. لا الدكتور ليس تابع، الدكتور في العلم، مصادر علمنا مش شركات الادويه، والا هنبقى كده موظفين وبنبيع مصلحه المريض لشركه الدواء. سمعته لا انت دكتور كتب. بعد اذن ساعات انا اقول لحضرتك، انا كطبيب بقى ايه اللي بعمله لو لقيت مريض محتاج ماده عشبيه ليها خواص علاجيه ومش موجوده على ارض مصر؟ والله انا بقول له في دواء. طب ايه المانع ان حضرتك نكرس جهدنا والماده اللي انت بتقول عليها دي نسجلها وندخلها؟ يا ريت. اولا لا بعد اذن ساعات كلمه نسجلها، انت حضرتك يعني واضح ان مش واضحه لديك الصوره بين الدواء والمكمل الغذائي. المكمل الغذائي في اكت حصل في الكونجرس سنه 1994 بيقول ان المكمل الغذائي ليس دواء، وبالتالي المكمل الغذائي ده ما تقدرش تحط عليه انديكيشن محدده واحده. ايوه، ما انا هوصل مع حضرتك لنقطه. ايوه انا فبالتالي انت ما بتروحش للاف دي اي تقول له لو سمحت سجل لي ده، لا انت هتنزله كمكمل غذائي. هتنزله كمكمل غذائي. ايوه انا مش هنزله كدواء. طيب وماله؟ بس هاخد رقم تشغيله طبعا، وهرخص والله، هبقى معروف الاكسبايري ديت والسورس. مين اللي مش بيساهم؟ مين اللي مش بيساهم في تطور المنظومه الصحيه بقى في مصر؟ هي بالتاكيد
يا اما وزاره الصحه يا اما وزاره التعليم العالي اللي هي مش هتعلم الدكاتره. حضرتك كم من مكملات غذائيه طبيعيه موجوده في الصيدليات موجوده في الصيدليات عندنا ووقفت وانتهت نتيجه ان الدكاتره مش عارفينها فمش بيكتبوها فالشركات بتخسر فيها. والكم اللي شغال وبيتباع اكتر. لا 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 اللي أكتر. بيتباع حضرتك في الصيدليات الصيدليه مليانه سعادتك كل الادويه مضاد حساسيه مضاد حيوي مضاد التهابات مضاد حراره مضاد فهي عائله مضاد بني مضاد بنشتغل بمبدا رد الفعل كلها ادويه البرد في كتير الهيربال تي عندنا جميع الانواع موجود صح تمام جت عاملاه بس هنفترض اللي مش موجود نعمل فيه ايه يعني اللي مش موجود انا رايي اللي مش موجود نبعد عنه لحد ما يتسجل لا يتسجل بره ولا يتسجل في مصر يتسجل هنا كمكملات وكده سعادتك عارف ان في ناس كتير بتجيب علاج يا دكتور ما صحه ناس أكيد طبعًا. وعمر ناس بنتكلم في صحه بنادم انا لو واحد معدي في الشارع اداني كوبايه عصير مش مبلغه عارف اسم شركه ما تاخدهاش منه اشربه ما تاخدهاش منه عصير مجهول المصدر. وبعدين سعادتك عارف ان في نقطه مهمه جدا ان احنا كمان لازم الاعشاب دي بتتباع بره في المانيا في صيدليه تمام طب خلاص خلي وزاره الصحه حضرتك كصيدلي يا باشا طالبهم يا دكتور احنا مش في المانيا احنا في مصر لا ما احنا بنستقي علومنا احنا بنستقي علومنا نناقش طب الواقع نقننها ازاي ساعتها طب ما احنا يعني احنا نقننها نقننها ان عشان تقول لنا الصح أيوة اقول لحضرتك اقول لحضرتك عشان نمنعها خالص من على الارصفه توضع في الصيدليات وتبقى تحت اشراف صيدلي هو دكتور معترض تماما على موضوع العشب بشكله يبقى الدكتور مش ولا داخل الصيدليه لا واضح انت معترض على موضوع العشب لو قاعد في الصيدليه العشب داخل لي عن طريق شركه هاخده كويس مر بالمراحل يعني الشرعيه حتى لو جاء في صورته الخام الخام لا متقسم من جرعات يا فندم يعني لو جاء هذا العشب في صورته الخام هتوافق ان هو يستخدم حتى لو بيع عن طريق الصيدليه اوزن انا ازاي للراجل جرعه مش مش هتقدر تمنعه من الجينيك بتاعت البرودكت مش مش هتعرفك ان اللي قدامك ده متجانس الحته اللي فوق زي اللي تحت مش انت هتجيبه من شركه ادويه لازم يكون في ضمانه لكده اوكي هي جايبه لي هوموجينس طحنان ظبطاه كويس خلاص تجزقه باكتس بقى انا مش هقدر لا والله مش مشكله دي مشكله الصيادله دي مشكله الصيادله مع وزاره الصحه عشان نبعد عشان نبعد المريض عن الرصيف اوجد له بديل ما عملش حظر ومنع وانا ما عملتش بديل وما قدمتش حلول ده خطا ده كارثه لان بالتالي هتحصل سوق سوداء انت كده حضرتك زي اللي منع الدولار فالناس بدات تذاكر فيه في السوق السوداء لازم الصيدليات والصيادله يجتمعوا وما يرفضوش لان ده حضرتك واقع عليه ما يرفضوش ايه ما يرفضوش علاج ما يرفضش موضوع العلاج بالاعشاب يعني ده فعلا في ادويه موجوده ادويه الكبد زي ما الدكتور ذكر كده في ادويه منها عشبيه في ادويه كتير وانا مش هقول الكبد بس يعني ده الكبد والكلى والصدر وادويه ده كل حاجه ليها اعشاب لكن في حاجات مش موجوده وبتروح في دكاتره يعني انا شفت يافطات دكاتره كاتب كده استاذ العلاج البديل وتروح له ما بيكتبلكش دواء هو احنا ما عندناش هنا درجه علميه للعلاج البديل يعني في مصر مفيش ده اللي انا بقوله ان وزاره التعليم العالي ما عندهاش في الجامعات بتاعها درجه للطب البديل ولا العلاج البديل ولا وانا تخصصي كطبيب في الفيزيكال ميديسن والروماتولوجي او الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل ده هنا في مصر لكن درجتي اللي انا اخدتها من جامعه فرايبورغ في المانيا في الانتجريتيف ميديسن او الطب المدمج اللي هو العلاج الطبي الوسائل المتكامله زي ما حضرتك كبار رجال الدوله بيروحوا يتعالجوا كده في خارج مصر دكتور شهاب انت 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 حضرتك عندك يعني انت اوير بموضوع الطب المدمج ده هو ما احنا ما عندناش خلاف ان يعني العمليه بره سمعت هذا انت سمعت طبعًا هذا المصطلح طبعًا يعني في مصر انا بالنسبه لي يعني انا سالت قبل الهوا يعني الطب المدمج فانا يعني فهمت ان هو ما بين الكيميائي وعلاج فيزيائي وعلاج طبيعي والعلاج الطبيعي يعني هذا المصطلح دارج في الوسط وعلاج فيزيائي وعلاج هوميوباثي وعلاج انثروباثي ده كله جميل بس المريض اللي قاعد في البيت اللي هو ثقافته متواضعه عنده شويه صداع هيجري على الراجل دوت وهيقول له انا عندي صداع وهيكتب له ادويه وما لهاش اي علاقه بالموضوع هيجري على مين هيجري على الراجل اللي يدعي العلاج بالاعشاب اللي هو بيدعي ده شفناهم كتير ما نقدرش نقول اسامي يعني احنا شفنا على الفضائيات يعني ناس بتطلع تقعد الفضائيات للاسف الاعلام كمان ساهم يعني بشكل يعني هو لو في دكتور لو في دكتور زي الدكتور هشام هيجري على الدكتور هشام انا اخاف مع احترامي يعني انا يبقى حضرتك لازم تطلع الاول على المنظومه الطبيه في العالم وعلى الشهادات ما قلت الكبرى وعلى الجامعات الكبرى ما كملهاش وبعد كده لا العمليه بره مختلفه عن هنا مش بس في تخاف من ايه يا دكتور تخاف من ايه ما هو احنا حضرتك بننقل الموبايل احدث موبايلات من الخارج واحدث سيارات من الخارج ومش عايزين ننقل احدث طب للمريض بنستخسر في المريض بتاعنا انا بشتكي من ضغط مثلا بروح لدكتور ضغط ومين قال لحضرتك ان الضغط بيجي من الاوعيه الدمويه دكتور الضغط بقى هيبتدي بقى يشوف نظامي الغذائي نظامي الادويه دي الاكلات دي ما تاكلهاش طبيب الضغط ما يعرفش طبيب البطنه لم يدرس له التغذيه الاكلينيكيه في اي مستشفى واحنا اللي درس لنا
انت حضرتك يا فندم احنا طبعا احنا ده بيحصل حضرتك كارثه في الصيدليات لما بيقف واحد معاه دبلوم او واحد معاه اعداديه ويصرف ادويه ويصرف بدل الطبيب دي مشكله طبعا يعني انا شايف انه هذه المشكله انه غير المؤهلين يعني يعملوا في الصيدليات ويصفوا ادويه دي كارثه كبيره بس هو في الغالب بتكون روشته يعني بيطبقها ممكن هذه الكارثه تكون موازيه او اكبر من ان لم تكن اكبر من كارثه انه دكتور يصف عشب حضرتك هو المريض الراجل اللي واقف دوت ما قالش على نفسه صيدلي هو راجل دبلوم لا غير هو حضرتك رحت له وانت ارتضيت ان انت تضر نفسك انا بقول لك ده غلط انما الصح انت يعني ايه ارتضيت يا دكتور يعني هو مش راضي يقول الولد سخن الولد مش يعني عارف ايه فالولد بيه يعني ايه ارتضيت يعني انا المفروض معايا يعني هذا مثلا واحد داخل صيدليه هو ما يعرفش اللي المفروض اللي واقف في الصيدليه المفروض يكون هو برضه معلش هي في حته فيها نقطه برضه خلاف الصيدلي مش وظيفته يوصف قوي برضه يعني خلينا نكون مش وظيفته يوصف خالص مع التحفظ الشديد على قيام الصيدلي بوصف الدواء يعني مع التحفظ الشديد على الدواء الطبيب ممكن الصيدلي يساعده لو في انتر اكشن دي نقطه ثانيه خالص دي كارثه ثانيه صيدلي يصف دواء لمريض هو في بعض الادويه مش عليها خلاف على مستوى العالم الاو تو سي اوفر ذا كاونتر في اي دوله في دول العالم في نسبه من الادويه بتتصرف للمريض ومنها المكملات الغذائيه والعشبيه انا كصيدلي قبل ما اوصف لك دواء مثلا برد لازم اسالك عندك ضغط ولا لا عندك سكر ولا لا عشان اوصف لك حاجه مناسبه للحاله اما فيما عدا ذلك هعالج لك ضغط هعالج لك سكر هعالج لا محدش بيعمل كده وما شفناش كده انما هقول لحضرتك على حاجه الصيدلي بس مشكلته هو اتظلم في النص ليه لان هو قريب شويه من الجمهور لان هو ملوش فيزيته انت بتخش تدردش معاه وتقول له بص ايدي عامله ايه وعندي ايه وتقعد تسمع منه الف حاجه وتقول له سلام عليكم ويضحك في وشك ويمشيك دي ده بطبيعه الشعب المصري بيحب يسال كتير ويعرف فديت اللي حطت الصيدلي في قربه منه انما لو كانت النهارده صيدليه بروشته طبيه كنا هنترحم من ده كله مش معقوله هتكسف واحد عنده شويه برد تقول له لا روح اكشف عند دكتور انا مره شفت اعلان يعني يمكن ده عجبني قوي كان محل عطاره كان عامل اعلان في الجرنان وكاتب مطلوب صيادله متخصصين للعمل في مبيعات في محلات العطاره فلقيت صغار الصيادله زعلانين يقول لك يا وصل بينا نقف في محل عطاره لا انت ما حدش من حقه يقف في محل العطاره الا انت لا طبيب ولا علاج طبيعي ولا خريج علوم ولا خريج زراعه ما حدش من حقه يتكلم في النباتات الطبيه الا الصيدلي هو احنا كده التقينا تاني اهو احنا كده رجعنا احنا انا بقول صاحب التخصص ان المطار خمس سنين حضرتك دلوقتي رجعت بتقول ان لو العطاره هي اللي تجيلك لا 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 انا اخاف لان حضرتك اوصل للاسف يعني انا ما بنمشي في الكنترول بعض الصور بتقول انه الصيدلي يقف في محل عطاره كده انت كدواء ولا كعطاره ثانيه واحده كدواء ولا كعطاره انت قلت محل عطاره لا يا فندم عطاره المطبخ اخطر عطاره المطبخ اخطر طبعا بس لازم التوابل والحاجات دي تتصرف هقول لحضرتك على حاجه انت عارف عايز تمسك مطعم صح عايز حد عايز الناس تصدقك دلوقتي وانت بتقول ان عطاره المطبخ يعني الكمون والفلفل هيصرف ازاي يعني ولا لا مش يصرف ابقى واخد بالي من كونتامينيشن بتاعه المصدر بتاعه مسؤوليه وزاره التموين مش مسؤوليه مين اللي بينزل مين والله دي الدوله بقى تؤدي مهمها دي الدوله تؤدي مهمها عايز تقفل اي مطعم دي معروفه عايز تقفل اي مطعم لا 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 روح خد عينه من التوابل دي معروف وياخد الفراخ ما ياخدش من اللحمه لا 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 على فكره حضرتك تقدر تعمل كنترول على الفراخ وتجيبها من مصدر موثوق منه تجيبها على ايدك وتتباعها واللحمه تجيبها من المجزر هتيجي تجيب عطاره من عند العطار هتتمسك الصبح انا قاعد مع ناس صحاب مطاعم يعني معنى كده ما بيخافش صاحب المطعم والله زي ما بقول لك لو حد يعني يعمل معانا مداخله ما بيخافش صاحب مطعم غير من عينه التوابل فقط لان التوابل كميه التلوث اللي فيها استحاله تخطر على بال حد اشكرك يا دكتور شكرا جزيلا احنا هنخش على الفقره الثالثه في هذا في حلقه اليوم وهي فقره من الاخر التي يسعدنا فيها ان نتلقى اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في هذا الموضوع المهم والخطير والحاوي لصحه المصريين اي حاجه تمس صحه المصريين تهمنا جدا استنونا بعد الفاصل في فقره من الاخر التحدي قم ودافع عن رأيك والكل من الآخر أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين فقرة من الآخر المشاركات والاتصالات التليفونية لو حضراتكم حابين تشاركوا معنا في البرنامج في هذا الموضوع المهم والخطير والخاص بصحة المصريين يعني الأرقام موضحة على الشاشة ويسعدنا تلقي اتصالاتكم على هذه الأرقام طيب دكاترة احنا كنا بنتكلم في موضوع عدم الاعتراف بالعلاج بالأعشاب
وما بين الدكتور يعني بيقول ان العلاج بالاعشاب يعني هو الطب، يعني هو ليس بديلا، هو جزء من الطب وليس بديلا عن باقي العلاج الطبي. حضرتك كنت بتقول انت مش ضامن انه هذا العشب مصدره ايه، مصدره ايه. والدكتور وقف عند نقطة انت اتغديت ايه، فقلنا اتغدينا خضار بس. انت فطرت ولا اتغديت؟ انت كنت صايم النهارده؟ لا فطرت انا فطرت. طيب وصلنا لنقطة انت معترض على موضوع مصدر الاعشاب. يا فندم النقطة اللي غايبة عن الناس، زراعة النبات بتمر اول حاجة اختيار الدولة المناسبة وفقا للاقليم المناخي. ثانيا ظروف التربة ايه وظروف الجو ايه اللي هتزرع فيها هذا النبات. نعم. العمالة اللي هتجمع هذه النباتات لازم لابد ان تكون عمالة مدربة. نعم. عشان تختار الوقت الجمع المناسب سواء صباح او مساء، صيف وشتاء وهكذا. تختار العضو المناسب برضه، هتختار اوراق ولا سقان ولا. النقطة اللي بعد كده طرق التكفيف دي لازم يشرف عليها ناس على أعلى مستوى، ناس متدربة، يعني أيما نايمة تحلم كده بهذا الدرج بس. ما ينفعش واحد يقول أنا بنشف كل النباتات، لا، أنت واقف تنشف نباتات سيرم ولا باقي الحساسة للحرارة، عينك في وسط راسك، سنة حرارة عالية سنة حرارة قليلة، المادة الفعالة هتتكسر. الخوف مش إن المادة الفعالة تقل ولا إنها تتكسر، الخوف إن يحصل لها موديفيكيشن عن طريق التسخين الزايد أو التعرض للرطوبة، تعرض للضوء، تعرض للتخزين سيء، كل ده ممكن يحور في الماده الفعاله ويحولها لماده اشد خطوره على اجسامنا. يعني انت مش واثق حتى في، لا يا فندم ما ثقش الا في المصدر اللي واخد ترخيص. دكتور انت كنت عايز تساله حاجه، هو كده كتير في ادويه كتير واخده ترخيص صيدلي يعني واخده في ادويه كتير واخده ترخيص ولا تطابق اي مواصفات ولا وليس لها اي فعاليه كمان. من من المكملات العشبيه وكل ادويه الكبد تقريبا الموجوده في مصر لا تؤتي باي ثمار اذا كانت يعني هيباتو سبورتيف او يعني بتعمل دعم لخلايا الكبد، فهي حتى يعني حتى في تركيزاتها لا ترتقي للمستوى العلاجي. كلام جميل. اكيد طالما هي كده استحاله دكتور كبد عنده ضمير لا موجوده. حضرتك انت ذكرت بعض الاسماء، انا لا احنا مش عايزين جانبا بذكر يعني بعض الاسماء، مش اسم المنتج. انت قلت اسم الماده الفعاله. احنا بنتكلم على العشب والنبات من منطلق ان هو جزء من الغذاء، وهي دي النصيحة الطبية اللي المفترض أي طبيب هيقولها للمريض بتاعه قبل ما يكتب له روجيت الدواء. يعني ما ينفعش أكتب لستة وش وظهر من الأدوية وبعدين نسيب المريض يأكل اللي هو عاوزه ويعمل اللي هو عاوزه ويشرب 15 كوبايات شاي في اليوم ويقول أصل الشاي كويس وكتبه في الجورنال إن هو مش عارف في مادة إيه. طب تيجي نشوف رأي الناس، تيجي نشوف رأي الناس، نشوف الناس قالت إيه. طب نشوف الناس قالت إيه في موضوع العلاج بالأعشاب. دليل قلنا بأسلوب جميل واسمع ولا تسألش طبيب. ايه رأيك في المقولة دي؟ ممكن مجرب يبقى عارف حاجات كتير وعنده خبرة بالحياة، بس لازم يكون كبير في السن او كده، مش اي حاجة يعني. مش يعني شرط لازم يكون كبير في السن؟ وبعدين نسأل طبيب في الحاجات تخص الطب وتخص العلاج وتخص حاجة زي كده، لكن ممكن حاجات في الحياة، في نظام الحياة، في موقف معين بيحصل لنا بتاع، لا نسأل مجرب. طب المقولة دي رأيك فيها ايه، صح ولا غلط من وجهة نظرك؟ لا صح. طب انت جربت ان انت تعمل بيها؟ طبعا مع ناس كبار كتير بنستفيد، يعني ممكن يفيدونا كتير اكتر من الطبيب، بس مش في حاجه فيها علاج. تمام. بس لو حاجه فيها علاج لا الطبيب طبعا. لا مش مقتنع بيها. ليه؟ احب اسال الطبيب ما اسالش مجرب، هو ممكن يوصف غلط اساسا. يعني انت رايك ان انت غير مقتنع تماما بالمقوله دي؟ طبعا مش مقتنع بيها. انت ما حاولتش تسال مثلا مجرب كده عشان مثلا تشوف رايك ايه في المقوله دي؟ لا، بالنسبه للمجرب وبالنسبه للمصريين نفسهم هيفتوا، فانا احب اسال الطبيب عامه، اسال مختص، انا بحب اختصاص. بتحب الاختصاص؟ عشان كده المقوله دي انت مش مقتنع بيها. ما عملتش بيها خالص في حياتك؟ لا مقوله خطا، لان كلمه مجرب ممكن يكون هو عنده المرض وانا ما عنديش نفس المرض، يعني اخد هو اخد علاج اخد انا زيه لازم زيه. طبعا ممكن مقوله خطا خالص، لازم اروح للطبيب عشان اشوف يمكن انا اعراض المرض اللي عندي غير اعراض المرض اللي عنده. بالظبط كده. يعني انت ما بتقتنعش بالتجربه؟ لا طبعا ما بقتنعش بالتجربه في الصحه بالذات. الصحه ما فيهاش تجربه، الصحه لازم طبيب هو اللي يقول لي هتاخد ايه ومش هتاخد ايه، وفي تحاليل وفي الحاجات دي كلها طبعا. والله بتهيألي في الحقيقه ان احنا لما نرجع برضو للطبيب المتخصص يكون عنده علم ودرايه بمرض الانسان بيبقى افضل برضو من حكايه المجرب ديت. في الغالب النتيجه ما بتكونش اكيده يعني. طب المقوله ذات نفسها يعني انت شايفها ايه من وجهه نظرك؟ يعني هي مقوله متداوله برضو تداولناها عن الاباء والاجداد، والتجربة طبعا مهمة جدا في حياة الإنسان،
بس مش في العلاج، يعني ممكن في الخبرات الحياتية للإنسان، لكن في العلاج بتهيألي إن العلم أهم من إحنا نرجع له. تمام، يعني حضرتك ممكن تعمل بيها ولا لأ؟ اللي هي بالتجربة يعني؟ اه بالمقولة دي يعني. لا أنا أفضل إن إحنا نرجع لمتخصصين أفضل من إن إحنا نعتمد على التجربة. اسأل مجرب. تسأل مجرب ولا تسأل طبيب يا دكتور؟ ممكن اسال مجرب بس الا في مجال الادويه. ممكن تسال مجرب الا في مجال الادويه. الا في مجال الادويه، لان لو حتى انا عندي نفس المرض وشخص اعلى الراجل اللي يعني الراجل اللي واقف في محل كده وعنده وصفه لكل حاجه، يعني يروح يقول له مثلا كذا في. وانا في بدايه كلامي وشبهت حضرتك الموضوع، الناس دلوقتي ما عادتش بتبني العماره ما بتجيبش مهندس واستشاري وتختزل ده كله، تروح تجيب راجل اللي عامل نجار مسلح. معانا اتصال، معانا اتصال. دكتوره مياده. ايوه دكتوره اتفضلي. انا قلت دكتوره مياده اتفضلي. يقول اسال مجرب او اسال طبيب؟ لا هو المفروض يسال طبيب. يسال طبيب طبعا. طبيب مجرب يسال طبيب طبعا. بس انا كطبيبه انا خريجه كليه طب. يعني احنا ما بندرسش اصلا المجال ده خالص في الكليه، حتى لما درسنا يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. طيب يا دكتور شهاب اكمل لحضرتك. اتفضل. هو اسال طبيب مجرب. اسال طبيب مجرب طبعا. يعني مجرب في نفسه ولا مجرب في الناس ولا مجرب في ايه بالظبط؟ مجرب بالعلم يعني. دارس ما اتفق عليه عالميا في كبرى الجامعات اللي هي بتعالج يعني صفوه القوم في مصر، زي ما بيروحوا يتعالجوا بره، وده بنسميه طب الصفوه، بنخليه طب العوام، طب الشعب كله، بس يبقى على اسس علميه. هو حضرتك يعني احنا هنطرح سؤال. متخيل مثلا ان الناس بتاخد كلها مضادات حيويه لامراض اصلا، او مضادات التهاب، او الادويه اللي احنا غارقون فيها وسببت لنا قدر من التسمم العادي، دايما كل وسائل العلاج الطبيعيه بتهدف اساسا للحفاظ على صحه الانسان وتعمل له ريجينريشن او تجديد لخلايا جسمه عشان تحافظ على وظائف هذه الخلايا مستمره لاطول فتره ممكنه. ده للاسف بالمنظومه الطبيه اللي احنا ماشيين بيها حاليا لا يتم. وكمان لما دخل ممارسه طب الاعشاب في ايد ناس غير متخصصه، فكمان المساله هتتدهور. دكتور شاب بيقول لا احنا نوقف كله بقى لحد ما دي بالظبط عامله زي ايه، زي في الديمقراطيات كده، لا احنا بقى ايه نسجن كله لحد ما الناس ايه تبدا تتعلم. لا طبعا احسن ما يموت واحد عن طريق الخطا. لا هو مش عن طريق الخطا، انت حضرتك في ايدك اصلا، ما فيش حد هيموت نتيجه نقص حاجه. بعد اذن سعادتك، انا كنت في جامعه فرايبورغ عندنا الصيادله كانوا بييجوا في قسم الناتور هيلكوندا يتعلموا ازاي يعملوا حجامه الصيادله، ويتعلموا ابر صيني. والصيدلي ايه علاقته بان هو يتعلم حجامه او ابر صيني؟ علاقته ايه بقى حضرتك لما يجي له مريض في الصيدليه يقول له انا عندي اسهال او عندي مغص او عندي حاجه، والله بس انا عملت حجامه وكنت عامل ابر صيني، فيبقى فاهم، مش عشان انه يمارسها بس عشان يبقى فاهم. ده طبعا ناهيك بقى عن ان اصلا توفر الاعشاب الطبيه سواء في صوره دوائيه او في صوره رود، يعني ده كلها متوفره في الصيدليات. وعشان كده المقوله اللي دكتور شهاب قالها، لا المفروض الصيدلي هو اللي يشف. طبعا. طيب كلمه اخيره يا دكتور. اتفضل. كلمه اخيره منك للساده المشاهدين بخصوص هذا الموضوع، موضوع العلاج بالاعشاب وما له وما عليه. انا هقول لسعادتك على حاجه. هو العلاج ما فيش حاجه اسمها العلاج بكذا. العلاج لو جعل الشفاء في وسيله واحده ما تعددت وسائل الشفاء. فدي كلها وسائل علاجيه يختارها الطبيب الدارس الفاهم حسب حالة كل مريض. بالظبط زي ما المريض ما ينفعش يتوصف له نفس الدواء، إذا كان 3-4 مرضى عندهم سكر ما ينفع لهمش نفس الدواء، ومسببات المرض مختلفة، كذلك العشب مختلف. العشب ليس علاج لوحده، زي الإبر الصيني ما هياش علاج لوحدها، زي التغذية ما هياش علاج لوحدها، لازم كله ينطق ويختار. قولا واحدا، العشب ليس علاجا لوحده. ليس. شكرا جزيلا دكتور شهاب. كلمة أخيرة في نص في دقيقة. هو برضو يعني الكلام موجه طبعا للجمهور، لو أنت ضامن أن الدكتور اللي هيشخصك متخصص فعلا في النقطة دي، مش بيتكلم على الأعشاب كلها. أنا راجل دكتور مثلا سكر، خلاص أعرف إيه اللي في السوق. أنا راجل دكتور كانسر، بعالج كانسر، هتضمن أن الراجل دوت أشرف على النبات دوت لحد ما وصل ليك، أوكي. إنما هتاخد منه الوصفة وتروح تجيبها بقى من العطاري، ما عملناش حاجة. لو افترضنا ان النص الاولاني صح، كلام الدكتور بتاعك صح، يبقى النص التاني باظ خالص،
ما ينفعش تجيب دواء من بره الصيدليه لان الاعشاب دواء في الاول. شكرا جزيلا دكتور شهاب الدين كمال صيدلي. شكرا جزيلا نورتنا. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا دكتور هشام ابو عمر استشاري الطب المدمج بمستشفى جامعه فرايبورغ بالمانيا. نورتنا. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. اعزائي المشاهدين الى هنا تنتهي هذه الفقره من برنامج التحدي. لسه مكملين وتحدي جديد وضيوف يعني ان شاء الله هينورونا في الفقره الثانيه حتى نستطيع ان نكمل الصورة في نفس الموضوع موضوع العلاج بالأعشاب. هيكون معنا في هذه الفقرة الثانية معنا الدكتور سمير عنتر نائب مدير حميات إمبابة واستشاري الكبد والحميات والدكتور فراج هارون استشاري الطب التكميلي والتغذية العلاجية. استنونا بعد الفاصل. شكرا يا دكاترة. شكرا. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. يعني يسعدنا في الجزء الثاني من البرنامج أن أنا أستضيف اليوم الدكتور سمير عنتر نائب مدير حميات إمبابة واستشاري الكبد والحميات. أهلا وسهلا الدكتور ورمضان كريم. كل سنة طيب. والدكتور فراج هارون استشاري الطب التكميلي والتغذية العلاجية. أهلا دكتور وكل سنة حضرتك طيب. أهلا وسهلا. طيب إحنا, إحنا, إحنا عندنا ثلاث فقرات هنبدأ فيهم. الفقرة الأولى هي فقرة بالملي وهسألك يعني هسأل حضرتك وحضرتك نفس السؤال ولكما مطلق الحرية في الإجابة على السؤال في الوقت المخصص لكما. هنسأل سؤالين وبعدين حضرتك هتتفضل مشكورا بسؤال الدكتور فراج سؤال فيما يعينه لك والدكتور فراج برضو هيسأل حضرتك نفس السؤال وأنت تجاوب وبعدين في الآخر هنتلقى اتصالات السادة المشاهدين في فقرة من الآخر إن شاء الله. أبدأ بالدكتور فراج هارون. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك استشاري الطب التكميلي. استشاري الطب التكميلي. طب العلاج بالاعشاب هو طب بديل ولا طب تكميلي ولا طب مكمل ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اه هنوضح الفرق اللي الناس دايما بتخطا فيه. نعم. ان مفيش حاجه اسمها طب بديل خالص يعني. في حاجه اسمها طب مكمل لطب قائم بالفعل الناس بتستخدمه من عشرات السنين. نعم. فالطب المكمل هنا اللي بيفشل فيه الطب القياسي في احتواء الاعراض الجانبيه للمرض او للدواء اللي المريض بياخده. هو ده دور الطب المكمل وليس الطب البديل. نعم. العلاج بالاعشاب مفيش حاجه اسمها طب بديل. لا ده ممنوع هذه الكلمه في قاموس الطب. نعم. كلمه alternative medicine معناها ان انا بلغي طب قياسي معروف بالفعل وبلجا الى طب اخر بالكامل بيستخدم في علاج الامراض. في بعض الاعشاب استخدمت من فترات طويله ولكن مش بالاسلوب العشوائي اللي احنا بنمارسه دلوقتي كمعظم متخصصين. ان انا اروح عند العطار او ان انا اجيب المكمل الغذائي بشكل ما واقول له اغليه في البيت واشربه وهتعالج المرض الفلاني. تخطى ذلك ان بعض العباقره في السوق بيقول لك ان الثلاث اربع اعشاب دول اخلطهم مع بعض واشربهم ممكن يعالج السرطان وممكن يعالج بعض الامراض المستعصيه والكبد الحاجات الكتيره اللي احنا كل مشكلات حياتنا. لكن المشكله عندنا ان الطب المكمل يعني في صناعته للمكملات الغذائيه عشان برضو احنا عايزين نفرق بين يعني انت بتسمي موضوع العلاج بالاعشاب هو طب تكميلي مكمل طب مكمل بس مش بالطريقه التقليديه اللي احنا عايشينها. ما اقدرش اروح اجيب من عند سين من العطارين يقول لي خد سين او صاد او عين او لام من الاعشاب واغليها وان شاء الله انزيمات الكبد هتنزل او اذا كان في كولون كانسر يعني سرطان في القولون او مش عارف ايه او الكلام ده هتتعالج. طيب انا اخدت ايه من الاعشاب؟ اخدت ايه من المواد الفعاله اللي موجوده في الاعشاب؟ انا ممكن اخد من عشب واحد ماده واحده فقط تكفي بعد الابحاث الكبيره بالنانو والباي تكنولوجي دلوقتي اللي بيستخدم في هذا المجال واقدر اقول ان هي بتحقق نتائج ان ما كانتش مناسبه ومساويه للعلاج الكيماوي او الموجود في السوق هتحقق افضل نتيجه من غير اعراض جانبيه. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور فراج هارون. ضيف الدكتور سمير عنتر هذاك نائب مدير مستشفى حميات امبابه واستشاري الكبد والحميات. هل تسمي العلاج بالاعشاب طب بديل او طب تكميلي ولا طب مكمل ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. حضرتك طيب. طبعا هو جمله زميلنا واستاذنا الدكتور فراج يعني برضو ما ازالتش الغموض اللي عندي. الدكاترة لما يختلفوا برضو يعني شياكة كده وجمال. ربنا يخليك طبعا. ربنا يخليك دكتور. تسمير استاذنا. الله يبارك. فما ازالتش الغموض اللي برضو اللي موجود بيساورني باستمرار من انه ايه ده؟ ايه هو ده اصلا؟ بحضرتك ازاي؟ يعني في عندنا تجارب مريرة طول عمرنا بنشتغل وفي تجارب مريره مع حالات مستعصيه ادى اللي سالت سؤالي عشان حضرتك نائب مدير حميات امبابه
نعم. يعني منطقة شعبية متداول فيها مثل هذه الوصفات والأعشاب. والله هو مرت عليك حالات كتير. لا تتخيل حياتك ان الحالات اللي انا عملت لي ازعاج شديد ما كانتش من الوسط اللي هو بنسميه يعني الطبقة المتوسطة او الطبقة الفقيرة او الطبقة اللي عندها جهل. لا في ناس كما يعني على مراكز عالية جدا 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 ناس كبيرة في البلد ومسؤولين ويأسوا من أدوية معينة في أمراض معينة لأن الأمراض دي لم تحل حتى الآن ولجأوا لما يسمى الطب التكميلي أو الطب بالأعشاب وكانت النتيجة مع سوء حظهم وسوء حظي لأنه طبعا لو في نجاح وفي تحسن هيبقى من سوء من حسن حظنا كلنا يعني إذا ما إذا شاف المريض من حسن حظ الطبيب من حسن حظ الطبيب لكن القصة ما انتهت بدراما شديدة عنيفة سوداء مع الأسف الشديد وكنت بسأل بالأعشاب وكنت بسأل كل واحد فيهم أنت بتاخد إيه أصلا يقول لي ما أعرفش اللي يقول لي أنا باخد طحالب اللي يقول لي أنا باخد أعشاب اللي يقول لي أنا باخد تركيبة تحويجة من هنا ومن هنا وهكذا فطبعا القصة مش كده مش إحنا مش ضد شيء بذاته ولكن إحنا ضد الشيء المجهول اللي يغني عن الشيء المعلوم ما مش منطق هذاك ازاي يعني طبعا احنا بنحترم الجمله اللي قالها زميلي الدكتور فراج بيه انه في ابحاث البيوتكنولوجي على الزراعه على النباتات على الاعشاب بتعمل حاجات مستحدثه زي برضو الـ عندنا في بالنسبه للادويه الكيماويه في برضو حاجات داخله في الجينات والنانو تكنولوجي والكلام ده كله كل الكلام ده كله ماشي احنا عايز الاول الاساس نتفق على الاساس اللي بنشتغل فيه سوا نعم احنا مش ضد علاج بالاعشاب او غير الاعشاب ولكن لا احنا بنقول ان احنا عايزين نعرف الكود اللي بيشتغل بيه كل واحد الكود بتاع الادويه اللي موجود في العالم كله في الخمسين سنه اللي فاتوا كود محدد جدا ولك أن تتخيل سيادتك أن الأدوية الحديثة اللي جدت على العالم مثلا سنة حاجة وستين واحد وستين اتنين وستين كانت حاجة وثمانين دواء بعدها بسبع ثمان سنين العالم ما قدرش ينتج غير حوالي ستين دواء أو سبعين دواء بعدها بعشر سنين برضو حوالي خمسين دواء تضاءلوا دلوقتي لغاية حوالي حاجة وثلاثين دواء سنويا طب إزاي يبقى فيه منتج من الأدوية اقل من السابق رغم التحديث والاستمرار في الحداثه من ناحيه التكنولوجيا الطبيه والامكانيات الامكانيات بتزيد والشركات الضخمه بتتضخم اكتر والابحاث العالميه بتبقى على شكل افضل طب ليه الادويه تبقى اقل علشان نقطه واحده ليس الكفاءه ولكن الامان كلنا دلوقتي ممكن شركات عملاقه بتاخد غرامات رهيبه بالمليارات على دواء معين ابتدى يعني لقوا انه له تاثير ضار في بعض امراض او بعض مرضى القلب شركه فلس قولا واحدا يا دكتور العلاج بالاعشاب كيف تصنفه اقدر اصنفه بالصوره التي يتم بها الان مجهول لم يفصح عن هويته وده شيء مرفوض انت رافضه تماما ما اقدرش اتعامل في حياتي مع اي شيء ابدا في غموض اشتغل بيه في حياه انسان شكرا مش جزيلا مش ممكن دكتور سمير عنتر شكرا جزيلا لحضرتك طيب سؤالي الثاني للدكتور فراج هارون يعني كيف يعني تصنف العلاج بالاعشاب حضرتك استاذ او استشاري الطب التكميلي اللي هو العلاج بالاعشاب صحيح جزء منه العلاج بالاعشاب طيب كيف يعني تصنف عمليه العلاج بالاعشاب يعني التي تتم الآن في السوق أو في المجتمع المصري وكيفية استخدام البعض أنا ما بقولش الكل أنا بقول البعض وإن كان هذا البعض كثير يعني كيف تصنف هذا الاستخدام للأعشاب في مصر هي إيه عملية تجارة ولا سبوبة ولا إيه بالضبط ولا وهم ولا خداع ولا ماذا كيف تصنفه كيف ترى الثمان كلمات اللي حضرتك قلتهم في الآخر عدهم تاني بقى لسيد مخيرين لا يعني انا بسالك يعني تعليقا على انا لا اقول انا سمير. اساله لا ما هو نعم. حضرتك دكتور سمير اثار نقطه ظريفه نعم. يعني ايه مسمى علاج الاعشاب الناس اللي بتنتهجه دلوقتي معناه ايه اغلي واشرب في البيت سواء كان بيتم عن طريق ان هو بيعبوه بشكل مانيوال في هارد جيلاتين كبسول طبعا سوفت جيلاتين محتاجه لاين تاني خالص وشغل تاني خالص كلنا بالعربي دكتور عشان الناس تفهم واكستراكشن عشان احصل على الماده الفعاله بشكل صح انما اللي بيحصل عن طريق الاعشاب ايه اللي بيتم
خد 100 جرام من الصنف كذا و100 جرام من بي وسي وايه وخلطهم مع بعض حصلنا على 500 ملي جرام مثلا. هتاخد نص معلقه وتغليها في كوبايه ميه قبل او بعد الاكل ايا كان مسميات المرض. نعم. اللي بتحكم في ده ايه؟ شغل النصب اللي حضرتك بتقول عليه. اللي انا يعني بقوله بتسميه شغل نصب. شغل نصب اللي انا بقوله مباشر. حضرتك قريت في كتب الهيربل طبعا في دول كتيره في العالم اسمها هيربل هاوس. نعم. هيربل هاوس معناها انت بتروح تاخد العشب في احسن حالاته. العشب ده انتج في مزارعه. في ناس بيستخدموا البايوتكنولوجي على يعني على مستوى عالي جدا زي كوريا الجنوبيه وماليزيا وهونج كونج وتايلاند وتايوان بلد اللي انا زرتها وشفت ازاي بيشتغلوا في المزارع وفي الصوب في انتاج منتج او هيربل بلانت. زي الجينسنج. الجينسنج مثلا كمثال. المزارع اللي موجوده في كوريا مش عايز اقول لحضرتك انضف من مصانع الدواء عندنا هنا في الوطن العربي. الصوبه اللي بتزرع فيها جينسنج على الاقل. الجينسنج ده بيستخدم في ايه يا دكتور؟ يعني يعني منقل الدم ومقوي وبيستخدم بحاجات منشط ومنشط وحاجات كتير. هو ده اللي يعني الصوره التي قدموا بها الى المواطن. لما المصر. انا زرت المزارع دي في كوريا وشفتهم ازاي بيتعاملوا وازاي العشب بيتعامل بشكل اورجانيك رائع جدا ما فيش اي حاجه كيميكال بتدخل فيه. عشان كده الكوريان جينسنج او جينسنج الكوري اغلى انواع الجينسنج في العالم. لما بيتعمل فيه تحاليل البايو بتاعته بيظهر ان هو احسن واغلى انواع الجينسنج. قيس هذا على كل الاعشاب اللي موجوده في الدنيا كلها. حتى في حبه البركه في الكركم في الـ في الـ في, الـ في اللي موجود في الكمون الحاجات اللي احنا بنستخدمها في بيوتنا. هنا المغالاه في مسمى العشب بهذه الكيفيه. انما انا ممكن اجيب الحاجات دي في شكل كبسول مصنعه بشكل جيد جدا كمكمل غذائي مش هقول دواء. مكمل غذائي. كمكمل غذائي عشان الحق بيه برضو كلمه الطب المكمل او الطب التكميلي. ما اقولش واحد عنده سرطان كبد واقول له لا ما تاخدش كل الانتي فايرال اللي موجود في السوق وخد عشبه 1 2 3 4 اللي لها مسميات. هو ده اللي بيحصل يا دكتور. ما هو ده الخطا بقى. انا بدور على ايه؟ انا باخد العشب. باخد ماده فعاله منه فقط. انت حضرتك لما يعني انت حضرتك كاستشاري طب تكميلي انت بتصف لمرضاك يعني لما حد بيسالك بتصف لهم الدواء ده او العشب ده في صوره منتج دوائي يشتريه من الصيدليه. صح يا فندم مظبوط. ده مظبوط هو ده الصح. او فود سبلمنت في الاماكن اللي بتباع فيها زي او فود سبلمنت يعني بتقول له روح للعطار يشتري الفود. لا ما بقولوش انا هو فود سبلمنت مش معناها عند العطار. طب ما هو يعني لا يعني هي الماده الفعاله اللي انا عايزها موجوده بهذا الشكل في الكبسوله دي ومصنعه بشكل دوائي محترم بشكل جدا دوائي. وفي مصنع راقي جدا واداؤه المهني رائع. مش محل علاج للاعشاب. مش محل عطاره. ما اقدرش اقول عليه محل علاج الاعشاب. وفي محلات مكتوب عليها اسماء كتيرة. محلات علاج الاعشاب واسماء كل ده كتيرة اسماء يعني. انا برفضها تماما. انا بتكلم عن الطب المحلات المكمل. المحلات دي شغلتها ايه يا دكتور؟ بتبيع شمر وكمون وحبه بركه. محلات العلاج بالاعشاب هي دي شمر وكمون وحبه بركه. ده لاستخدام الاكل يعني عشان ناكل فيه. انا المفروض اقول كده انما ما اقولش ان خد الاعشاب دي انت عندك يا عم كده التشخيص بيقول ان انت عندك ليفر سيروزس او عندك حاجه في الكبد او عندك فيروس سي او بي او اي حاجه من الحاجات اللي موجوده واقول له خد الاربع اعشاب دول ان شاء الله بعد 10 ايام هتيجي زي الفل. ممكن قوي يعمل السجوت والسجبت ووظايف الكبد العاديه ويلاقي نفسه نزل التتر فعلا بشكل معين. بس هل ده علاج؟ هو بيعالج الاعراض. انا ارفض هذا المسمى تماما. يعني انا بقول طب مكمل بيساعد مع هذا الطب اللي موجود. في فيروس موجود في الكبد ارفع الاميونيتي بتاع الكبد واعطي معاه انتي فايرال او مضاد فيروسات يبقى انا بشتغل على الكبد بشكل صحيح. يعني سعادتك معترض على كيفيه تداول الاعشاب بهذا الشكل انما لو عندنا مصنع او احنا علمنا الناس عندنا مصنع. معلش المصانع اللي عندنا بتعمل باكتس برضو زي يعني هات واطحن وبدل ما انا هعملها عند العطار او عند مكنه الطحن اللي عنده بجيبها في صوره باكت موجود في السوق والسوق مليان من هذه المسميات الكتير جدا وبياخدوا ترخيص منتج غذائي وليس منتج دوائي. منتج غذائي بالظبط. فعشان كده يعني حتى مهما كان كفاءه المزرعه او كفاءه الشركه المنتجه للاعشاب ايا كان مصدرها بوصل في الاول وفي الاخر ان انا بقول له خد ده واشربه زي شاي الساعه 5 في انجلترا وزي مش عارف ايه الكلام ده. المفروض اديله ايه كالمنس يعني اخلي الراجل ده يبقى هادي وزي الفل في الحاجات البسيطه. انما ما اقولوش خد ده وتعالى لي بعد اسبوعين ثلاثه هتلاقي فيروس الكبد راح. يبقى الكلام اللي احنا بنعمله بقالنا 20 30 سنه ده كلام فاضي. يعني انت يعني كيف تصف هذه يعني الطريقه في العلاج بالاعشاب؟ انا عايزك تقول لي للساده المشاهدين هقول يعني كيف تصفها؟ هل هي طريقه سليمه للعلاج ام هي وهم ام خداع ام ماذا؟ وهم وخداع. الاتيان من عند محلات العطار ايا كان مسماها
مهما كان مسماها الصيدلاني او الطبي، هتجيبه تغلي في البيت لن تعالج مرضك. هتجيب عسل وتحط عليه شمر وكمون وحبه بركه وزنجبيل هيساعد في علاج الكحه، ولكن مش علاج نهائي للكحه. وانا دايما ضد كلمه علاج بالمسمى العادي. انا بقول علاج حتى الشفاء. طب لو جالك مريض وقال لك انا عندي برد وكحه ومش عارف ايه وكلام من ده ومش عايز دواء، وحضرتك اديت له دواء وراح خده وما خفش وراح عند العطار جاب الخلطه دي اللي بيجيبوها وشربها وخف، خفت في الحاله البسيطه دي مظبوط. لكن لو جاله مثلا بليدنج مثلا او نزيف من فتحه الشرج والحاجات دي، لازم يلجا بقى للشكل الكلاسيكي الصح ويروح للدكتور وياخد دواء بشكل جيد. ولما يفشل الدكتور في الجزئيه دي انا البديل عندي بقى بشكل علمي. طيب اسمح لي اسال الدكتور سمير عنتر، يعني كيف تصف هذه الحاله من يعني تداول الاعشاب في مصر الان؟ فوضى وجهل. الجهل طبعا هو اخطر شيء عندنا في حياتنا كلها، بيحكم حياتنا كلها في اي مجال من المجالات. نعم. مع الاسف الشديد. والفوضى اللي في غياب القانون وغياب التنظيمات والتشريعات. في نفس الوقت انه مفيش، يعني هقول مش عايز اتكلم على ان في مصالح خاصه او كذا بتخلي ان في بعض المتسللين ذوي القلوب السوداء. مش عايز تقول لي يا دكتور قول. يعني كلام اصله مقزز، يعني احنا كلنا مش في مجال الدواء بس، في كل المجالات. لكن احنا على اي حال من الاحوال، يعني انا برضو بتابع كجمل المحدده للدكتور فراج بيه، وهي طبعا جمل عظيمه، يعني انا ما اقدرش اقول ابدا انه هو بيتجاوز في كلامه اكتر من الحدود اللي هي مسموح بيها لادويه او لوسائل نسميها وسائل مساعده للطب او للدواء العادي او للجراحه العاديه بحاجات معينه لازم تكون مقننه، زي ما في برضه العلاج الطبيعي جزء من الطب للناس اللي عندها مشاكل في الشلل او مشاكل في العضلات او مشاكل في الكسور وهم مش اطباء. لكن ومش مصرح له انه يكتب روشته ولا مصرح له ان هو يعمل عمليه جراحيه في الرجل او في الساق او في الظهر او خلافه. لكن اسمه علاج تكميلي، بحيث ان هو المريض اللي هو قاعد ست اشهر في السرير محتاج بعد كده ان هو يفك جسمه وكلام من ده. كذلك الدواء او الاعشاب، يعني يمكن الدكتور فراج بيه كان بيحاول ان هو يدور على الكلمة اللي هي تحط المكان الموضوع في حجمه او في نطاقه الطبيعي، واللي هي برضو انا بشبهها بالعلاج الطبيعي، اللي هو بمعنى انه اذا كانت مقننة واذا كانت مدروسة واذا كانت معروفة، زي ما بنقول احنا اخطر حاجة عندنا او المشكلة اللي عندي في اول البرنامج الغموض. دكتور فراج بيه بيتكلم بطريقة علمية واضحة لحاجات معينة، يبقى محتاجة كود معين زي الأدوية، ومحتاجة تفصيلة محددة زي الأدوية، ومحتاجة نعرف ايه ده وقد ايه ولغاية فين، وفي سن كذا ياخد كذا، والحامل تاخد او ما تاخدش، واللي بياخد أدوية للكبد عنيفة ممكن ياخد أدوية بتاع اعشاب الكحة دي او لا لانها ممكن تكون ضارة، واللي بياخد علاج للقلب ممكن ياخد اعشاب عشان رجله، ممكن في كل المجالات في الطب الاعشاب ليها بنود فيها، لان الموضوع ده هو الاصل. شكرا جزيلا دكتور سمير. بس قبل ما اروح للفقره الثانيه اعزائي المشاهدين اللي هي فقره منك لو للدكاتره يسالوا بعض فيها، يعني خلينا اخد جواب واضح وصريح في اقل من نصف دقيقه. دكتور انت مع العلاج بالاعشاب بالصوره التي تتم في مصر الان ولا لا؟ قطعا لا. دكتور فراج اكيد لا. اكيد لا. متفقين الدكاترة انهم ليسوا مع العلاج بالاعشاب. نروح لفقرة منك. اتفضل كمل. اكمل بس. نعم. لو قنن زي ما دكتور سمير بيقول، لو استخلاص المادة الفعالة بشكل جيد، يعني انت مش مع العلاج بالاعشاب؟ لا لا. وكتابة البامفلت بشكل علمي صح، زي ما بيتكتب للدواء زي اي حاجة اوتوسي موجودة في السوق. ان انا اخد الدواء ده بالشكل المقنن ده بالجرعات دي وبالتركيزات دي. طيب ناخد الفقرة التانية. نطلع ونرجع تاني اعزائي المشاهدين، مستمرين معكم. اهلا اعزائي المشاهدين، فقره منك له. النهارده معانا الدكتور سمير عنتر نائب مدير حميه امبابه، والدكتور فراج هارون استشاري الطب التكميلي. مين يحب يسال الاول يا دكاتره؟ لا الاكبر.
ربنا يخليك. العفو العفو العفو. اتفضل اتفضل عظيم. طيب اتفضل يا دكتور سمير. شكرا. يعني هو اخونا العزيز واستاذنا الدكتور فراج بيه ليه سيادتك ما بداتش الخطوه الاولى بانه يتحط ابجديه للعلاج بالاعشاب مكتوبه محدده وليها مراجعها في زي اي كتاب بحيث ان هو يبقى المدخل بتاع سيادتك حاطط ليه الاي بي سي بتاعته القوانين بتاعته. يعني انا مش عاوز نرجع للالاف السنين لما كان الكهان رجال المعابد في الدول القديمه مصر القديمه والصين القديمه والهند هم المسؤولين عن العلاج بالاعشاب والطب طبعا في السكه كمان كانوا اطباء دكتور كانوا اطباء وكهنه في نفس الوقت وكمان صيادله يعني ثلاثه مع بعض يعني فكان ده بيعتبروه كنوع من الكهنوت اللي هو الدواء برضو وانه السر ده ما ينفعش ان حد يعرفه وبالتالي خد دول وخلاص سيفيني. طبعا احنا في الوقت في العالم كله مفيش حاجه اسمها تعامل بشيء غامض ده انا قلت عليه اول كلمه ليا في البوست المغامض فحلا لهذا الغموض ليه افرج بيه ما يعني سيادتك وارجو انك تكون بدات يعني تفاجئني وتقول لي لا انا عملت كتاب والكتاب دوت معروض او موجود بشكل معين حتى لو على النت وعلشان يبقى فيه حجه لك وعليك. اشكر معاليك دكتور سمير حضرتك اثرت نقطه جميله قوي. انا في خلال شهر بالظبط هينزل لي كتاب في السوق جميل عن الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها. الحمد لله. كتاب بيجمع ما بين التغذيه العلاجيه بشكل صح زائد استخدام هذه الاعشاب بشكل صح كبريفنتيف ميديسن مش كتريتمنت كمان يعني ازاي اقي نفسي من الامراض وبدات فعلا في فهرسه الكتاب وازاي ابداه بالكلام ده على غرار ان انا قابلت احد الاساتذه الكبار جدا في هونج كونج من 4 سنين وشاف ملامح العربيه فجه جنبي واحنا بنركب الصابوي في المطار فقعدنا ندردش ونتكلم وبتاع فاهداني كتاب اسمه ذا سيكريتس اوف ذا فولت. جميل. سيكريت اوف ذا فولت برضو عشان الاخوه المشاهدين يفهموها اللي هي اسرار القبو او البهو. اسرار القبو او البهو. اخذ الاسرار العربيه القديمه ومن الاف السنين يعني اللي هو استند ليها الطب الصيني بعد كده والطب الكوري وكل فروع الطب في العالم يعني. وعملوا حاجات ظريفه خالص قال لك ان المواد دي اصولها العربيه موجوده مرميه عندنا في هذا القبو وغير مصرح ليها من قبل مافيا الادويه العالميه بصناعه هذا اللاين مانع الدواء. واهداني حاجات ظريفه جدا وحكى لي كام ستوري عن نيرس معينه في تورنتو في كندا وازاي عالجت السرطان لاحدى المرضى في غياب الشكل الطبي في المستشفى. عندها في العنبر 5-6 مرضى فيهم 3 يعني وصلوا للديدلاين هم في الصين والهند او الصين والهند هتموتوا بعد ايام او شهور قفزات رهيبه وهي بدات تستخدم العشبه دي السيكريتس من هذا الكتاب يعني. نعم. وحققت نجاح غير عادي في شيست كانسر انا سعيد جدا بان عرفت من يعني قلت في سؤالي ان قد تكون بدات قد يكون صدر دون علمي لكن واضح انك انت تفكيري يمكن قريته حضرتك وانا اثرت النقطه دي بعد اذن عليك في احدى القنوات القريبه جدا من وزاره الصحه يعني لعل وعسى يعني نجد صوت يوصل للسادة العظماء المسؤولين ان نقنن هذا الموضوع بشكل كويس وما يبقاش تسجيل العشبة كتسجيل غذائي. لازم العشبة تتسجل بعد ما تعمل اكستراكشن بشكل مظبوط وتحط في الدوسج فورم والشكل الدوائي الصح ويسمح للدكتور يكتبه زي ما بيكتب دواء بيكتب هذا العشب بشكل طبي وبتركيز. جملة مكمل غذائي دي هي الباب بتاع الشيطان اللي بينفذ اليه من خلال حاجات تسجيل هذا معينه صح. هو الدكتور قال انه بيسجل كمنتج ما بيسجلش تبع وزاره الصحه تبع وزاره الزراعه منتج غذائي مش مكمل دوائي. ولو انا عالجته صح من الناحيه الغذائيه او من الناحيه الزراعيه في خطوات كتيره جدا بتتغير. هو كان ديفي صيدلي من الفقره الاولى يعني حتى انه يعني كان بيقول انه حتى الحاجات اللي بتتباع عند العطار اللي هي بيستخدمها السيدات في المنازل بالزبط. اللي هي العطار اللي بيستخدموها البهارات البهارات وما شابه لابد ان يشرف على بيعها وعلى يعني اعطائها بشكلها يعني يبقى متاكد ان هذه البهارات
يعني صحيح طبية ستكون مفيدة, ستكون مفيدة للاستخدام المنزلي. قال انه حتى ده لابد ان يكون البائع في هذا المحل, او بلاش كلمة البائع, انه المشرف على هذا المحل لابد ان يكون صيدلي بغض النظر عن يعني المسمى انه يبقى صيدلي, حتى على الاقل لو دارس ايه فوائد العشبة دي وايه مضرها. لان زي ما الدكتور سمير قال, انا عندي مشكلة ما في صدري مثلا وهاخد نوع من التوابل ايا كان وهزود الحساسية السيزونال اللي في صدري دي, طب انا معرض لامراض كتيرة جدا. طب ليه انا ما اشتغلهاش بشكل صح؟ يعني ليه انا اقول ان واحد عنده مشكله معينه في الاميونيتي زود من الكركم ومش عارف ايه؟ لا, ده انا هقول له لا, الكركم مقنن, ما تستخدموش اكتر من 300 ملي جرام في اليوم مثلا. 300 ملي جرام معناها في العرف العادي نص معلقه ثلاث مرات في اليوم, ده اذا كنا هنشتغله بالشكل العشوائي اللي احنا بنقوله. لكن لو انا عملت كبسول زي ما هو موجود, الافوكادو مثلا كعنصر, القشطه اللي بيكلموا الدنيا كلها دلوقتي فيها 2 ايتم انتي كانسر مولعين الدنيا بره. لكن طبعا اي حاجه من دي بتطلع للنور, مافيا الدواء العالمي لازم طبعا, ما هو يعني لازم يخبطها بشكل يعني ما يعني مافيا الدواء العالمي, ودي مشكله ثانيه. طيب خلينا في 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 في, في نظام الحلقه. حضرتك هتوجه سؤال للدكتور سمير عنتر وبعدين هنشوف راي الساده المشاهدين. طيب استاذي الدكتور سمير, طبعا تخصص حضرتك تخصص رائع وجميل, وسواء كان كحميات زائد مشكلة المشاكل الكبد يعني. دكتور, احنا في مصر او في العالم العربي وبعض الدول الفقيرة او النامية بنعاني من فيروس سي وبي والاسماء الجديدة من الفيروسات الكورونا والابيولا والحاجات دي. احنا دلوقتي في مفترق طرق معقد جدا 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 بالنسبة للانسان الفقير او المتوسط او الغني حتى في مصر في طرق علاج هذه الاصابات المزمنة في مصر. والمشكله عندنا ان منظومه التامين الصحي هي اللي بتحطنا في هذا المازق على فكره. يعني لو حرر الدواء بشكل ما او حرر المكمل الغذائي بشكل ما بالسعر المقبول حتى غير الصيحه اللي انا بشوفها لما طلع السوفالدي مثلا 100 شركه في الدنيا دلوقتي عايزه تصنعه عشان خاطر مصر والسودان وبعض البلاد الفقيره يعني. بالرغم ان انا لما قريت كويس قوي عن السوفالدي او الاسم العلمي بتاعه بره اتفاجئت ان هو صديق الحرس القديم الريبافرين والانترفيرون, وللآن النتائج من وجهة نظري أنا نيلي يعني طبعا. وقابلت بعض الحالات يعني قابلت بعض الحالات اللي هم سجلهم أو ورقهم ضاع أو أسمائهم ما جاتش في البتاع. فقالوا لي سؤالك يا دكتور. نعم سؤالك بس عشان إحنا فين في المنطقة دي عشان نعالج مثل هذه الأمراض بشكل صح, وإن فشل الطب التجريبي أو الطب القياسي بتاعنا سيبوا لنا بقى الموضوع ده, إحنا كطب تكميلي نشتغل وإحنا ممكن نحقق فيه نتائج حلوة. أنا عايز أسألك سؤال يا دكتور سمير, هو يعني عشان يعني تكملة, هو في كلية الطب بيدرس الطب التكميلي؟ لا لا طبعا. تفضل هذا الجو. هو طبعا مشاكل الأمراض المزمنة والأمراض الفيروسية والكبد على رأسها والفيروسات وعلى رأسها السي, يمكن كان عندنا الإي ده خلصنا منه بالتطعيم لأنه المرض بقى بسيط, والبي كذلك بالتطعيم, وما تبقى إلا السي هو الهاجس اللي موجود عند الوطن دلوقتي وعمل لنا مشكلة اعتبرها مشكلة أمن قومي, والناس كلها مزعورة. وبرضو ده بيرجع مع الأسف الشديد للجهل الشديد المجتمعي الفادح. نمرة 2 برضو السلطان الطاغي لشركات أدوية عملاقة عابرة للقارات تتحكم في مقادير الشعوب بكل شكل زي شركات الأسلحة. حضرتك أنا بعطيها مسمى ظريف قوي فضل, وفي ناس كتير بيعترضوا عليها يعني, إن هي دبلوماتيك فيروسز. يعني بشكل فيروس دبلوماسي بالظبط. هو بشكل كبير الامور بتمشي كده بالزبط. بشكل كبير الامور بتمشي كده على سواء هذا او ذاك او ذاك او ذاك بالظبط. وراحتك ازاي؟ ايه هو الهذا والذاك والذاك والذاك؟ ما انتوا دكاتره بقى وتقعدوا تكلموا مع بعض المعنى في وضوء الشعراء يعني. لا مانع من قليل من الايضاح, يعني يفهموا ما تقولونه حضرات. لا مانع من قديم الايضاح يعني. معروف ان في حاجة اسمها معامل الفيروسات. دقيقة بس دكتور عشان نخش الفقرة حالا. في حاجة اسمها معامل الفيروسات او الحرب البيولوجية عند وكالات الانباء وكالات الاستخبارات العالمية الضخمة الكبرى. وان هذه المعامل معروفة بالاسم, وان كان في معمل منها مثلا اسمه معمل جلعاد كان موجود في اليو اس اي,
وكان اول رئيس مجلس اداره لي كان رامسفيلد رئيس الاركان الامريكي ثم وزير الدفاع ثم وزير الخارجيه ثم الوقت حاليا في مزبله التاريخ. نوضح بس ان جلعاد اسرائيلي نيم يعني مش امريكاني. طبعا طبعا, طبعا مش امريكاني اسم اسرائيلي مش, يعني. مش عايز اتطرق بقى للجزء الثاني خلينا في الاسرائيليه. اتفضل يا فندم. فهنا الناس دول خدوا في اوائل الثمانينات بقايا فيروس بتاع الكارثه الوبائيه اللي حدثت من الانفلونزا في العالم سنه 1918 وادت الى مقتل حوالي 50 مليون بني ادم لان ما كانش فيه ادويه ليها ساعتها. انا معايا نص دقيقه على الفضاء. تمام. وهم اللي خدوا الفيروس ده وحوروه وعملوا منه الفيروس بتاع انفلونزا الطيور. اوكي. وثم صدروا هذا الامر وابتدى الموضوع كمان يخش في حرب العراق وادى الى وفاه كثير من الجنود الامريكيين. والتطعيم اللي عملوه كمان كان تطعيم سيء جدا وادى الى ما يسمى بسندروم او وباء مرض عاصفه الصحراء اللي كان فيه جنون وامراض عصبيه وخلافه. والترخم على الموضوع ده كله هذه المعلومات مش من عندي, هذه المعلومات من مصدر امريكي ومن كتاب امريكي موجود عندي النسخه بتاعته. وعيتك ازاي وفي نفس الوقت لعبه مخابرات. شكرك شكرا جزيلا دكتور سمير عنتر. اعزائي المشاهدين يعني فاصل ونرجع تاني نشوف فقرة من الاخر. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين, عدنا بعد الفاصل وفقرة من الاخر اخر فقرة في هذا في هذه الحلقة النهاردة. انا سعيد خالص بالدكاترة الدكتور سمير عنتر مدير حماية امبابة والدكتور فراج هارون وسعيد بالاختلاف اللطيف الظريف يعني المؤدب المهذب وكيفية النقاش المهذبة المؤدمة ما بين الضيفين في هذه الفقرة. أعزائي المشاهدين احنا بيسعدنا تلقي اتصالاتكم على الأرقام الموضحة على الشاشة لكلا الضيفين وإن شاء الله يكون في إجابات لكل ما تسألوا. نرجع تاني دكتور سمير عنتر, حضرتك كنت بتتكلم في أنه هناك حرب يعني تشن من ناحية هذه الفيروسات التي تصدر إلى العالم العربي. طبعا. أنا يعني حضرتك بتقول أن عندك وثائق وكلام في هذا الموضوع. موجودة موجودة وثقة من زمان وموجودة ومعروفة للعالم كله. والكتب دي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية ما صدرتش حتى في دول تانية أو عندنا أو كلام من تاني. المعلومات ما جاتش عندنا أصلا. لكن هي القصة الحرب البيولوجية أو خلافه ده طبعا مفهوم. وإذا يعني الحرب التقليدية بتاعت زمان اللي هي بالأسلحة وكلام من ده والجنود ينزلوا ويموتوا أمريكا خلت منها عقدة من أيام فيتنام والقفة اللي خيته هناك بشكل كبير. فابتدت بقى أنها تصدر الحروب الجديدة الجيل الرابع وحروب الجاسوسية وحروب الأدوية وحروب تسميم الأبار وكذا وكلام فاضي من ده. يعني على أي حال من الأحوال ده مش موضوعنا. الموضوعنا اللي في الأول في الآخر أنه يجب أن نتنبه كمصريين لما يحاك لنا وحولنا من مؤامرات بجميع الأشكال. وطبعا المؤامرات دي ظهرت على بشكل فادح وفاضح في الفترة الأخيرة, بقت كل برقع مكشوف دلوقتي بقى محدش يقول ان دول معانا او دول مش معانا. يعني معروف مين اللي ضد مصر ومين اللي ضد المنطقة ومين اللي بيتمنى لها الخراب والدمار والتمزيق والتقطيع والتخلف والتأخر والمرض والقهر وكل شيء بيحاولوا ان هم يبسوه عندنا بكل المختلف الطرق والكباري. لكن على اي حال من الاحوال انا اعتقد انه وعندي ثقه وتفاؤل شديد انه طب انا معايا اتصال معلش انا اسف دكتور معايا اتصال تليفوني استاذ حسن. ايوه الو السلام عليكم. ايوه استاذ حسن اتفضل. وعليكم السلام. والله بس انا طبعا سعيد بالحلقه بتاع حضراتكم ربنا يخليك مناقشه جميله هادئه. لكن انا بس حابب لي اتصال بسيط جدا. انا اعرف ان في الطب اخصائي قلب اخصائي الصحه النفسيه جراح طبيب اطفال لكن ما اعرفش في كليه الطب قسم اسمه الطب التكميلي. هو دكتور سمير قال لا مفيش. كان هناك قسم الطب التكميلي فعايزين نعرف انه جامعه بتطلع علينا قسم الطب التكميلي انه كليه بتطلع قسم الطب التكميلي بس عشان نروح ندرس فيها اذا كان في كليه الطب. اما اذا ما كانش في كليه الطب حاجه اسمها الطب التكميلي فنعرف نتعرف عليه ونتعرف على شكل الطب التكميلي الموجود. انا شكل لحضراتكم. شكرا استاذ حسن. هو دكتور سمير يعني دكتور سمير دكتور فراج قال ان ما فيش حاجه اسمها طب تكميلي في كليه الطب. ما هو اللي بيشتغل حتى الطب التكميلي مين؟ ما هو معظمهم اطباء خريجين كليه الطب. معظم اللي بيفتح مراكز للحجامه والابر الصينيه وحتى دكاتره العلاج الطبيعي يعني.
بيحمل هذا التخصص في شغله من خلال دراسات عليا او دبلومه بيعملها في احد الاكاديميات او احد الجامعات بره. وللاسف الشديد بلد زي الامارات تعترف جيدا بالطب التكميلي وعندها المعاهد بتاعتها والجامعات اقسام داخل كليه الطب للتدريس وشهاده معترف فيها. خريج الطب من حقه ان بعد ما يخلص بسنه يعمل اي دراسه ممكن في جامعه القاهره هنا. بس الدكتور سمير قال لك كل الكوارث جايه من بره ما انا بقول لحضرتك بحيث انه يتعلم الطب التكميلي بشكل صح. طيب انا رايي برضو حضرتك انه اخد راي حضرتك بعد الاتصال التليفوني. اتفضل استاذه ميرفت. ايوه استاذه اتفضلي. عايز اكلم الدكتور ولا بتاع الكبد. اتفضلي دكتور فراد. دكتور سمير. دكتور انا عندي دكتور سمير سي. دكتور سمير عنتر اتفضلي. انا عندي فيروس سي طيب ومش عارفه وقدمت في التامين الصحي من شهر واحد وما جاليش لحد دلوقتي العلاج. سؤالك ايه؟ ايه سؤالك؟ سؤالي بقى انا عايز اسال الدكتور يعني الحاجه اللي بتضرني في الاكل ايه او حاضر. المشروبات اشرب ايه؟ حاضر. ايه اللي يضر الكبد؟ حاضر. طب ايه اللي بيضر الكبد وايه اللي بيضر في الاكل يعني؟ حاضر. طب تسلم. شكرا الهلية. شكرا استاذه ميرفت وصلت مشكلتك. انا اسمح لي بس اسال الدكتور فراج هارون عندك علاج لهذه المشكله بالاعشاب؟ النظام الغذائي حضرتك هي بتسال دلوقتي عن ايه اللي هي خلاص سجلت للسوفالدي ولسه دورها ما جاش وممكن ما يجيلهاش دورها هي. هل هناك علاج بالاعشاب؟ في حاجات كتيره جدا للاعشاب. اول هذه الاشياء ان انا اعمل نظام ديتوكس للجسم كل يوم قبل ما انام. ازاي افرغ القولون من كل الاشياء الضاره اللي موجوده من خلال بعض الاعشاب من خلال بعض الاعشاب الملينه وفي نفس الوقت اللي بتقلل من اعراض الانتفاخ والتهابات القولون والحاجات دي. ممكن شرب الجنزبيل مع الشمر هنقول بقى المعتاد التقليدي اللي موجود في محلات العطار او المتاح بالنسبه لنا كبهارات يعني. لازم بعد الوجبات بعد الوجبات اشرب اي حاجه تقلل من الانتفاخات والغازات اقلل من الدهون في اكلي لان طبعا الدهون دي بتحول بشكل ما في الكبد من سوء الهضم الى دهون صعبه الامتصاص فبتعمل مشاكل كتيره في الكبد. اشكرك دكتور فراج. دكتور سمير ايه رايك في هذا الكلام؟ يعني هي بنتنا واختنا الجميله اللي قالت السؤال دلوقتي لسه طبعا الدور وخلافه وكلام من ده قصه مفهومه لكن هو قبل الدواء يا بنتي وبعد الدواء ومن الان لازم يكون في نظام غذائي سليم لحضرتك زي كل مريض في الدنيا عنده مشاكل معينه مرضيه مزمنه. مريض السكر دي نظام غذائي، مريض القلب ليه نظام غذائي، مريض الكلى ليه نظام غذائي وهكذا لانها امراض مزمنه. والكبد بالذات على راي هذه على راس هذه الامور هو اللي خاص بالتمثيل الغذائي يعني بالاستفاده من الطعام اللي بناكله ربنا خلقه لنا. دكتور فضلي نص دقيقه انا عايز اخد راي حضرتك فيما قاله الدكتور فراج هارون عن العلاج بالجنزبيل. حضرتك قلت حاجات اللي هي ديتوكس للجسم يعني هي الفكره واحده ان هو يكون في ماكولات غير دسمه بكميات قليله، شرب سوائل كثيره، الاكثار من الفواكه الطازه، في اعشاب معترف بيها زي ما قالها الدكتور فراج بتساعد شويه على عدم الامتلاء ويكون القولون احسن. ما اي حاجه تساعد في الجهاز الهضمي هتفيد الكبد وتريح عنه عبء كتير. فهي بنتنا اختنا تاكل نص الاكل اللي بتاكله، تحاول تنزل وزنها، تتحرك كتير، ما فيش عشاء متاخر، ما فيش اكل دسم، ربنا يهدي لها الحال. اشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير عنتر نائب مدير حميه امبابه. شكرا جزيلا. شكرا لك رمضان كريم. الله يخليك. دكتور فراج هارون استشاري الطب التكميلي والتغذيه العلاجيه نورتنا وكل سنه حضرتك طيب. شكرا جزيلا نورتوني. الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من برنامج التحدي وموضوعنا كان عن العلاج بالاعشاب. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه. وفي نهايه الحلقه اسمحوا لي ان اشكر فريق عمل البرنامج الاستاذ عمرو لطفي مدير البرامج، الاستاذ حمدي احمد رئيس التحرير، الاستاذ عبد الله الشريف، الاستاذ محمد فوزي، محمد احمد المنشاوي، المخرج الاستاذ هيثم حسين. تحياتي صفوة العربي، اراكم على خير. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv